وسهلا بيكم الليله في الليله، وهي ليله غير عاديه بكل المقاييس، ليله مختلفه جدا. ضيفتنا فيها وحشتنا قوي قوي قوي، بقالنا كتير ما شفناهاش. قالت لي اوعي يا هلا تقدميني، انا مش عايزاكي تقدميني، انا عايزاكي تقولي معانا النهارده واحده ست عاديه وخلاص. فاحنا معانا النهارده واحده ست عاديه، معقول اقول كده؟ هي لم تتغير، لم تتغير الانسانه داخلها. ست سنوات غابت خلالها عن عيون الناس، لكنها لم تغب عن قلوبهم، ولم يغيبوا هم عن عقلها ووجدانها، بل اقتربت اكثر من جمهور كان يتطلع اليها ويتلهف للقائها عن بعد، فأصبح يراها وجها لوجه ويتعامل معها مباشرة بعد أن عادت وباختيارها إلى صفوف الناس العاديين. امرأة بسيطة جدا، أم وجدة وصديقة وأخت، فقط انتقل فيض العطاء الذي كان يؤثر فينا ويسعدنا عبر الشاشة وخشبة المسرح إلى عطاء يومي مباشر بسيط تمنحه لمن حولها ولمن يلجأ إليها ولمن يبحث عنها في شكل نصيحة مخلصة أو محاولة صادقة لحل مشكلة أو إسهام في خدمة إنسانية. لكنها هي ماسية القلب ويقظة العقل، حاضرة البديهة، خفيفة الظل جدا جدا جدا، ذكية الكلمة، فياضة المشاعر، مخلصة النية، صافية الطوية، مؤثرة الحضور. ولأن من خلق للعطاء لا يستطيع أن يتنفس وحيدا في جزيرة منعزلة، لم تكن الست سنوات الماضية في حياتها وحدة وانعزال، بل ربما عرفت عن الناس والحياة والمجتمع أكثر، وعرفت عن نفسها أكثر وأكثر. ولأن الحياة مراحل، لا أتصور شخصيا أن ضيفتي وضيفتكم قد استقرت في محطة وصول، فما زال لديها وبداخلها ما يمكن أن تقوله وتفعله للملايين ممن أحبوها والتفوا حولها على مدى أكثر من 25 سنة. وبلا وصف ولا ألقاب، يكفي أن أقول إن معي ومعكم الليلة ست عادية سهير البابلي. وعارف ما تسعفوش، عارف ما تسعفوش، ما تسعفوش. حاجة سهير حرجت عليا وقالت لي ما تسقفوش. سلام عليكم. هنرجع للحاجات دي تاني؟ بتعمل ايه؟ حاجة سهير، يعني أول حاجة قالوا وحشتينا. وهم وحشوني كمان وأنا قدامهم على طول. هنروح من بعض فين؟ سهير، ست سنين مدة طويلة. اتغيرتي فيهم؟ اكيد. ايه اللي حصل؟ حصل ان النور طفى دلوقتي. حصل يا ست الكل. في الست سنين دول اتفرجت بنفسي قليلا، يعني شفت ذاتي من جوه، شفت انا عايزه ايه. يعني الواحد ما بيحبش يمشي على خط واحد طول عمره، يعني لازم يغير. فأنا مشيت 30 سنة، مش 25 سنة، أكتر كمان، في خط الفن. وبعدين قلت بقى أدرس شخصيتي شوية وأدرس ديني شوية، لأني كنت بعيدة عنه تماما. فإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء الهداية، من يشاء الهداية. أنا
اخترت لنفسي طريق بعد برضو ما درسته. أي. يعني انا كل حاجه في حياتي بدرسها. أي. مش يعني ان انا باحثه وان انا ما اعرفش ايه ولا دكتوراه في ايه، لا ده بالفطره اللي عندي. يمكن بالحس اللي عندنا البسيط ده هوت وبيدعمني ده، ان انا كان برضو يسبقني ان انا فنانه. أي. داخلي. أي. الفن بيفجر اشياء كثيره جدا اللي انا كنت بعملها على المسرح، فاداني خبره جميله جدا في المشاعر وفي التقى وفي الواجبات اللي عليا واللي ليا. هو ده ان انا حبيت ابقى دي، حبيت ابقى الانسانه دي اللي ايه ادرس ذاتي، لان انا هاسال على نفسي مش على غيري. قرار لحظه ما قررتي قلتي انتهى الفن من حياتي وانا هغير اسلوب حياتي، كان القرار ده حصل ازاي بالظبط؟ لا مش هغير اسلوب حياتي ولا حاجه، هي لوحدها يا هالة بتتغير. انا قرار ان انا رحت الكعبه صليت، كل سنه انا ببقى في العمره. أيوه. بعمل عمره، ما كنتش حجيت. كان يقولوا لي حج اقول لهم لا، اتحج يبقى حج، لكن عمره ممكن. فرحت اخر عمره ليا، ان شاء الله ما بتبقاش الاخر ابدا. عملت عمرتي، بعد ما خلصت صلاه المغرب دعيت، سجدت ودعيت. كان في حاجات جوايا تعباني من المسرح. أيوة. جامده جدا. أيوة. المناخ، الروايات، الاسلوب، الدخلاء، حاجات كتيره قوي زادت شويه اكتر اكتر اكتر. فقلت يا رب كرهني في المسرح. بالظبط بالظبط. وانا ساجده وانا متاكده مش انا اللي كنت اللي بقول ده، اتحط في بقي هذا الكلام. كرهني في المسرح، اجعله شيطان بالنسبه لي. ولا انا هو ما يكرهنيش ولا يلفظني. شفتي المرأة مرأة برضو مهما كان. ايوه. فقلت انا عايزة ما احبش المسرح، لان كان عشقي للمسرح ما حصلش. ايوه. فانا دعيت قلت انا عايزة اطرد من حياتي هذا المسرح. ايوه. علشان ما يبقاش مسيطر على حياتي، علشان اشوف حياتي التانية. ما كنتش لسه فكرت في حياتي التانية. أيوه. بس في حاجة هاتف قال لي هذا الكلام. ودعيت وقلت وفقني في شغلي وارزقني بعمل صالح. كل ده قلته، مش عارفه قلت ايه، بكيت كتير قوي لاول مره ابكي بالطريقه دي وانا ساجده. ما حسيتش المده كانت ايه، 5 دقايق 10 دقايق نص ساعه، مش حاسه. قمت عملت كده الحمد لله رب العالمين ومشيت. من دعائي هذا لمصر اسكندرية 6 أشهر كنت سايبة المسرح كأنه مش هقول أي حاجة. بالنسبة لي المسرح كان بالنسبة لي، قلت في حديث وقلت في حديث كتير، نفسي أموت على خشبة المسرح. أي. الحمد لله الذي عافاني وما متش على خشبة المسرح، كانت هتبقى مقلب كبير قوي صدقوني. هأصعد على ما أنا عليه وأنتوا في رقبتي. فأنا قلت 6 أشهر اتحجبت، اعتزلت تماما كله. طب برنامج، طب خطوة، طب ما مفيش، اختفيت تماما. رحت المملكة العربية السعودية، قعدت الناس الطيبين هناك ادوني إقامة. يعني حمدت الله ان في ناس وقفت جنبي بالطريقه دي هناك، كبرهم وصغيرهم، حقيقي شعبهم كان بيخدمني اكتر من الكبير حد. وقعدت هناك 2 سنين متفرغه للعباده. سنتين ورا بعض، بس كنت بنزل اشوف بنتي وارجع او هي تجيلي. فكنت سعيده جدا، تاقلمت، قريت، فهمت. طبعا ولا حاجة أنا ولا لسه قد كده يعني بحبه خالص، بس هي القراءات علمتني حاجات كتيرة قوي.
وبعدين اتجوزت رجل دين كمان فأعني على ديني وديني اهو دلوقتي. التليفونات ابتدت معانا على طول، يعني احنا في الليله ما لا نتلقى مكالمات كثيره، لكن النهارده في هذا اللقاء الخاص جدا والليله خاصه جدا مع سهير البابلي لابد كان ان يشاركنا جمهورنا. وسهير ظهرت في اي ار تي في برنامج الداله العيني قبل كده مع الزميله ليليان، وكان في اقبال شديد من الجمهور انه يسالك ويعرف منك اشياء كتيره، فاحنا النهارده قلنا هنسمح لجمهورنا في المنازل انه يشاركنا، وجمهور الصاله كمان مدعو ان هو يشاركنا ويكلم سهير. فمعانا مكالمه من الدوحه. يا هلا، مساء الخير. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. كيف حالك دكتوره هلا؟ الحمد لله، اهلا وسهلا. حبيت اكلمك. تفضل كلم. اهلا وسهلا. تفضل عندك مدام سهير، كيف الحال؟ والله نحمد الحمد لله. والله انا ما عندي اي سؤال معين، بس حبيت اشكر مدام سهير على اللي الله هداها على هذا الحال، وان شاء الله الى الامام وبالتوفيق ان شاء الله. الله يبارك لك. شكرا شكرا. ونتمنى من كل سنوات تقيدون بيك وامثالك ان شاء الله، والله ما عاد يحفظك ان شاء الله. شكرا شكرا شكرا. مكالمه من الدوحه، اول مكالمه بيقول لك الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ومكالمه من السعوديه كمان. تفضل يا هلا، اهلا وسهلا. توطوا التلفزيون بقى في البيت عشان ايه تكلمونا في التليفون. مكالمه السعوديه. الو. ايوه اهلا. الو الو الو، اتكلمي، وطي التلفزيون، وطي التلفزيون عشان تسمع، ما تسمعيش صوت. الو الو، اتكلمي على طول، اتكلمي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيف حالي؟ الحمد لله. اهني. اتفضلي. سهير البابلي. ايوه ايوه. وادعي لها بالتوفيق. الله يبارك لك. الله يبارك. وادعي لها بالتوفيق. ايوه والله ان شاء الله، وان شاء الله يعيدها مره ثانيه للمملكه العربيه السعوديه. ان شاء الله ان شاء الله، ما انا ما اقدرش استغنى عنه. ان شاء الله بالحج. ان شاء الله على طول. اتمنى لك حجه ان شاء الله. انت حجيتي؟ انا عملت حجه مرتين، الفريضه بتاعتي وحجه. والله يعطيك التوفيق والصحه والعافيه. شكرا يا فندم. شكرا 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 شكرا. نعود الى رحلتك بقى، قعدت سنتين في السعوديه. مش على طول بقيت انزل وارجع، بس نزولي كان قليل قوي، بس الاول انا حبيت اعمل كده. ايوه. قعدت في اسكندريه سنه، وبعدين قعدت سنتين متواصلين بعد ما جات لي الاقامه. ايوه. ومارست حياتي عاديه جدا، اشتغلت في التجاره واشتغلت في كل الاشياء. اشتغلت مره اب ومره اقف ومره اقع ومره، لاني انا مش تاجره. فاشتغلت في الهدوم الاسلاميه، واشتغلت في العبايات، واشتغلت في الطرح، اشتغلت في حاجات تدر عليا مال. يعني ما فيهوش شك بقى انه حرام او كده. حلال مليون المية. ان شاء الله احسبه كذلك. واستمرتش في التجاره ولا؟ ان شاء الله. يعني خسرت شويه كتيره، وبعدين يعني كل واحد، مش بالسهل الواحد يتاجر او يشتغل فنان، مش سهل اي حاجه في الاول، لازم الواحد يتمرن ويكافح ويتعلم بفلوس، وبعدين بيرجع تاني. بس انت قلتي دلوقتي يا سهير انا مش تاجره، يعني معنى الكلمه دي ان جواكي انك يعني ما حبيتيش التجاره. لا، ده التجاره فيها ما اعرفش 19 الرزق ولا. أي. حلال كلها. أي. لا انا مش محترف في التجاره. أي. يعني اللي بياخدوا مني كلهم احبائي، كلهم اصدقائي. يعني ياخدوا عبايتين ثلاثه ده مثلا عاجبهم، لاني انا يتهيأ لي عندي ذوق شويه. فبعمل لهم حاجات حلوه تليق في زي الاسلامي، محترم شيك. يعني انا بخرج بزي دي، بروح اوروبا. أيوة. وبأسأل عليه ده منين، من اللي عامل أشكال. يعني طبعا. بس محترمة. يعني لها طابع خاص. أيوة. لأني أنا مش خواجاي. أيوة. أنا مسلمة. معنا مكالمة أخرى، المكالمات ابتدت معنا. مكالمة منين المرة دي؟ أستاذ خالد.
من السعودية. يا هلا. الو. الو. اهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. قدم لنا نفسك. معك ابو عبد الله من المملكة العربية السعودية مدينة ينبع الصناعية. اهلا يا ابو عبد الله. اتفضل، عندك سؤال للحاجة سوير؟ والله عندي مداخلة بسيطة مع الأخت سهير. اتفضل. اتفضل. اتكلم وقت التلفزيون. أحب أبارك في أخت سهير عودتها الحميدة. عودتك، بيبارك عودتك. عودتي لإيه؟ عودتي لإيه يا فندم؟ عودتي للزهور على الشاشة. عودة لإيه؟ يعني الطريق الصواب. على طريق الصواب. ايوه الحجاب. يعني تقصد حضرتك؟ صوتك يا ريت حضرتك تتكلم على طول، ما تسمعش التلفزيون. صحيح. طيب شكرا. شكرا، جزاك الله كل خير. شكرا. عندك سؤال؟ وبعدين ارجو من الاخت الدكتوره هاله سرحان، ايوه، انها ما تطلق على الاخت سهير رقم فنانه. ايوه. لا احنا ما يعني هي الاخت سوير كانت فنانه عظيمه، لكن انا النهارده قدمتها وقلت انها امراه النهارده جت وقدمناها على انها انسانه عاديه، وكانت بتصر ان انا اقول ان معانا النهارده ست عاديه سوير البابلي. حضرتك ليك سؤال تاني او تعليق؟ بس هذا هو المداخله فقط. شكرا. شكرا شكرا. نعود لرحلتك بعد ما قضيتي السنتين متقطعتين ما بين القاهرة والمملكة، رجعتي مصر؟ لا، ما أنا بروح وباجي. أي. أنا مش على طول كده. أي. يعني أنا ما عنديش غير مصر والمملكة العربية السعودية، جدة. ومن جدة لمكة. للمدينة، ليه أروح أجيب حاجاتي بقى من أوروبا وأرجع تاني، أو من مصر وارجع تاني، او من جده واخدها على مصر، كده حياتي كده. وبعدين بقعد بقى مع اهلي اكتر، اندمجت مع بنتي اكتر، مع اولادها، قراءتي كترت، اجتماعاتي مع اصحابي في الله كترت قوي. لازم اعرف ايه يعني، انا قلت لازم اعرف ديني، ما كلنا بنقول احنا مسلمين بس هو باسلام بالبق، ما هو لازم اعرف ليه مسلمين. ما هي واحده بتقول لك انا قلبي نظيف، وطول ما طب ما هو ده ما يمنعش انك قلبك نظيف، وما دام اعتنقتي الدين الاسلامي هتعرفي ربك وتعرفي ايه اللي عليكي وايه اللي ليكي. أيوة. هتقولي انا بتصدق وانا بصلي وانا بزكي وانا بصوم وانا بحج وانا طيب ناقص ايه؟ الست بالذات، لان الستات دول صعب شويه قوي في الاقتناع. طيب ما انت ليكي حاجات وعليكي حاجات، ليكي حاجات في بيتك بالنسبه لاولادك، وبالنسبه لمظهرك في الخارج، وبالنسبه للخارج كله، انك تسقيها لاولادك. ما احنا ما انا ما خدتش ده كده، انا بعد 30 سنه عرفت ان ده لازم ابقى كده، زيي لازم يبقى كده. وعايزه اقول تاني وقلت مرارا وتكرارا ان مش كل حاجه الزي. ايوه ده طبعا بيكمل الصوره، الصوره الجماليه الاسلاميه الكبيره، هو ازاي ده تكمله الصوره. أيوة. زي الفرشه في الاخر ما تعمل التاتش، ده مهم جدا للمراه. اللي انا بقول بقى سلوكيات المراه، تعاملها مع نفسها، مع اولادها، مع الشغالين، مع الجاره، مع السواق، مع النفس في الشارع، صوتها، كل ده وانا اول واحده بتعلمه. انت كنتي ايام انشغالك بالعمل ما كنتيش يمكن بتختلطي بناس كتير، يمكن كنتي بعيده، يمكن كنتي بتشوفي الجمهور في الصاله، لكن ما كنتيش بتتعاملي معاه بصفه يوميه. لا. ما كنتيش بتنزلي الشارع انت تشتري حاجتك بنفسك، تتعاملي مع تشتري الخضار، تتكلمي مع بتاع اللحمه، تتكلمي مع جارتك، ما كانش عندك وقت للتعامل ده. ويمكن حتى قلتي قربت من بنتي اكتر، يمكن ما كانش عندك وقت ان انت تكوني قريبه. بالتليفونات. أي. ايام عملك كنت مع بنتك بالتليفون، اجي يا مامي اشوفك، بلاش النهارده اني تعبانه ونازله المسرح. طب تسال نوال السكرتيره عندي، تقول لها خدي لي ميعاد من ماما. فعلا ده كان بيحصل. واحفادي ما كنتش بقعد وياهم، رحمي اخواتي، يعني
يعني حاجات بس صعب. ده كان صعب 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 يعني قوي. ده كان لاني ده رحم صله الرحم و... طب ليه سمير ما كنتيش شغلي مشغول؟ شغلي انا بنام طول النهار واسهر طول الليل. طيب اعمل ايه ونايمه بقى يعني مش داريانه بحاجه دلوقتي. مصحصحه بقوم قيامي وبقوم فجري وبقوم صلاتي وبقوم تليفوناتي الشغل وبقوم قراءاتي بقوم اطبخ بقى شايفه نفسي شايفه كياني كامراه مسلمه حلوه. لما ابتديتي تحتكي بالناس ابتديتي تشوفي ايه؟ ايه اللي شفتيه ما كانتش سهير البابلي بتشوفه قبل كده في الحياه في المعاملات اليوميه حتى مع بنتك حتى مع جيرانك حتى مع الناس اللي بتتعاملي بيهم في الشارع بتشوفي ايه؟ والله انا صريحه وهقول بصراحه انا شايفه الشارع متغير خالص. يعني مش عارفه اقول ايه مش عارفه. لو انت صريحه طول عمرك لا لو طفيت لفوق هتنزل في عبي ما اقدرش. حاجات كتيرة اتغيرت وما اقدرش اقول احنا اتغيرنا من الداخل. لا انتماء ولا مسؤولية ولا اخلاق ولا احترام للمرأة وهي ماشية ولا للعربيات ولا للدواب ولا للاطفال. ما فيش. انا متألمة جدا جوايا. متألمة من ايه؟ متألمة من الشوارع من ال مش ممكن السلوكيات متألمة ايه اللي بيحصل في الشارع المصري ده؟ مفيش نظافة الشوارع وسخة جدا. الاوتوبيسات ورا بعض المشاريع دي ورا بعض مفيش الناس بقت في ماشية في الطريق في النص والرصيف. شوفي بقى ما تشائين تصوري ما تشائين على الرصيف. لكن للبني آدم عشان يمشي لا طب هنروح فين؟ فيعني قليل لما بنزل بقى يعني باخد عربيتي بشوف بقطع اللحمه وبجيب لحمتي وبروح السوق بس بتهلك. لكن لما الناس بتتعامل معاكي ازاي دلوقتي؟ ما انا مش عايزاهم يتعاملوا معايا عن طريق ان انا كنت لا يتعاملوا معايا كبني ادمه كانسانه. ان كلنا لازم نتعامل زي فلانه وزي فلانه وزي ما بيوسعوا لدي لازم يوسعوا لي عشان امراه حرمه. ده الدين. الدين بتاعنا حلو قوي وراقي وعظيم. احترام المراه السلوكيات تحت المراه. الراجل يحترم الست، الست تحترم الراجل، الطفل يحترم امه، الام تحترم الطفل. طب فين ده؟ ده احنا لازم نعلم بقى اجيال من الاول عشان ما نفقدش الامل. ايوه معانا مكالمه معانا تليفون من مشاهدينا في منازل. ايوه من ابو ظبي. الو اتفضلي. الو مرحبا. مرحبا من ابو ظبي اتفضلي. بدي احكي مع الحاجه سهير. اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. يعني عندي سؤالين بس يا حاجه. ممكن نعرف شو ممكن تنصحي اي فتاه عربيه ومسلمه بالذات؟ ايوه انصح عربيه ومسلمه. وكمان شو الفرق بين الفتاه العربيه المسلمه المتحجبه والغير متحجبه؟ ما انا كنتم كذلك. شكرا لحضرتك وللدكتوره هاله. شكرا. نصيحه للفتاه المسلمه العربيه انها تتقي الله في نفسها في جسدها في شكلها. تتقي الله في نفسها عشان الرجاله اللي ماشيه في الشارع وسلوكياتها مع نفسها. يعني قبل ما تخرج من بيتها تبص لنفسها في المرايه وتقول حتى وهي رايحه الجامعه وهي رايحه الشغل وهي كله انا كده محترمه. طيب ادي ازاي؟ طب ده اقفله بقى لان ده بيودينا في داهيه. والله انا عندي تبتدي بده ويعني مش هقول ده لاني اخد حرمانيه لو قلت لا. تبتدي وهل يكب الناس على انوفهم او وجوههم الا حصاد السنتهم؟ من ده الرسول عليه الصلاه والسلام شاف النار كده بكى سال جبريل ليه نساء اغلب النار من النساء. طب وبعدين؟ ايوه احنا بنضحك الان وسنبكي كثيرا ان شاء الله ما نبكيش خالص. مفيش مسلمة جواها ما فيهاش خير. ما من مسلمة
او بني ادم ما فيهوش خير، لان احنا خلقنا على الفطره. الفطره دي اعظم شيء في الانسان. الاكتساب ده بيجي بقى من الحياه. بيكبر هتلاقي البيبي، هجيب لك بيبي، بيبي اكبر، بيبي اكبر، تلاقي ده مختلف عن ده، اراؤه اما يكبر تلوث، تنظف البيئه اللي مشي فيها، العيله اللي قعد فيها، تعليمه، قراءاته الدينيه وصلته لفين. هنا بقى اكتساب، اكتساب، اشرب فوق، اشرب فوق، اشرب. علشان كده نحاسب قوي، لان هنسال على ده، كلنا قدام الله مسؤولين. بس النصيحة الأولى إن الإنسان يحافظ على عفة اللسان والقول ويتقي الله فيما يقول وما ينطق، السلوك الأساسي. ونصيحة الدين المعاملة. أي يعني بصي، كل الدين ده هو كل ده بجمال المعاملة. ما أنت لما هتتقي الله فيا أنا هتقي الله فيك، وإحنا الاثنين هنتقي الله في بعضنا، وبالتالي في جارتنا، وفي الثالث في أولادنا. مهم قوي الأولاد. ايه تعالي قولي اسفل الشغاله، مش انت يا بنت هاتيلي الجهاز، ما هاتيلي كوبايه، ما هو قاعد كده. أيوة. كتير قوي عندهم شغلتين اتنين، والطفل قاعد نايم بيتفرج على التلفزيون 12 ساعه في الاجازه. هاتيلي اكل هنا، ميه هنا. لا لا، الام تشد عليه، وحتى مش بالضرب، بتعاقبه. اصل البيت ده مهم قوي، الام مش الاب. عن الامومه لابد ان نتحدث، وعن انت ام وجده، والحكايه طويله، وعندك سهير الصغيره. سهير. سهير الصغير، حب بنتي فيا فسمت سهير. ما شاء الله. فحنلتقي مع سهير البابلي والحديث عن الامومه والبنات والمراه العربيه المسلمه. وسهير البابلي، واين كانت واين هي الان؟ بعد شويه. الأمومة أغلى شيء عندي، بل إن ابنتي نيفين أكملت حلاوة دنياي بعد أن رزقت بسارة وصرت بعدها جدة، وابنتي صديقة لي وحنونة علي جدا، ولا يهمني مسألة السن، وأعيش حياتي على حقيقتها وسط أولادي وأحفادي في حب وسعادة. هذا ما تقول سهير البابلي الآن عن الأمومة. رحلة الأمومة ما كانتش صعبة، يعني أنت ربيتي نيفين وكانت البنت الوحيدة. أيوة. وبعدين نيفين ارتدت الحجاب قبل منك. ايوه الحمد لله. الحمد لله، كنت بعمل على الرصيف، مسرحيه على الرصيف، ولقيتها داخله لي بالحجاب، فبكيت، حضنتها جدا، وبعديها ذبحت طبعا اكراما لهذا الخطوه، لهذه الخطوه الحلوه. ايوه. وانا ما كنتش محجبه. أيوة. وما تحجبش الا بعديها بسنتين. بسنتين. بعد نيفين بسنتين. ربيتي بنتك ازاي؟ والله على الاخلاق والصدق، كانت وياها صاحبتي قوي، لان مش انا كمان اللي مربيها قوي. كانت امي. أيوة. الله يرحمها، وعمتها ست خيريه. الله يرحمهم، هم ربوها لي. انا كنت بروح زايره كده اشوفها والعبها واجيب لها اللي هي عايزاه، وفساتين. واللي هي عايزاه فلوس. هو ده الغلط طبعا. كنت بتروحي كلنا كده، فاغلب اللي بيشتغلوا كله كده، كله كده يا هلا. ما كنتيش بتشعري انك مقصره معايا؟ شعرت في الاخر، كنت ببكي لوحدي ساعات كتير قوي. انا الدنيا واخداني جدا، الدنيا واخداني. عمرها عاتبتك؟ عمرها، بس لما يفيض بيها قوي تبكي، وتبكي لوحدها. ايوه. بنتي حساسه جدا. انا والله مش بشكر فيه، عشان بنتي دي بني ادمه حلوه قوي. ايوه. حقيقي انسانه حلوه. ايوه. وعمرها ما عاتبتك وقالت لك يا ماما انت بتسيبيني، انت ما بتجيش ليه، انا عايزاكي، انا محتاجاكي؟ لا 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 لا، عرفت ده بعدين، بعد حجابي. فتألمت اكتر طبعا. قالت لك بقى بعدين؟ وقالت لي لا بلطاف قوي هي. تصوري لما تبلغني اي حاجه محزنه، ازاي لو تشوفي اقول لك، ما اكون انا في جده وهي بتكلمني في تليفون مثلا قريب لنا توفى، ازاي تقولها لي؟ ايوه. تفضل نص ساعه تضحك معايا وتهزر ويا وتقول لي ايه، وانا لله وانا اليه راجعون. تصوري يا ماما، فاكره لما تيتا ماتت، وفاكره لما، بعدين تديني الخبر.
حاجة حلوة. وبعدين ده بالفطرة هي رقيقة القلب، وعلشان كده ربنا قدمها تقدمها حلوة، يعني حط فيها الحنان ده. حنين علي قوي وعلى ولادها، وحتى حضنها في ولادها تحسي انها بتحضن الدنيا كلها، حضنها البنت. عشان كده ابنها استقت منها الحنان كله. إيه انا كنت بعيدة عن ده، فهي زي الايه الطير لما يعشش على بيته قوي، لانه الام كانت بعيده. رد فعل، رد فعل ان انت كمان كنت بعيده عنها. عشان ده لازم كل بنت وكل ام تاخد بالها من الحكايه دي اللي بيبتدوا حياتهم. عشان انت كنت بعيده عنها. أيوة. فهي عششت على ولادها. أيوة. عششت قوي قوي قوي. يعني لو دخلوا يفتحوا الثلاجه، مامي نفتح الثلاجه، يا حبايبي مامي ندخل التواليت، مامي وهم صغيرين. يعني خالص كده. يعني مامي يعني انا اسرح لهم شعرهم ممكن كده، يروحوا باصين لمامتهم يعني كده كويس اللي تيتا عملته ده، يعني ياخدوا رايها من غير ما يقولوا قد ايه ملتصقين ببعض. فانا دي عندي بالدنيا. وبعدين اللي ربنا يحبه يعني مش يحبب خلقه فيه، لا يرزقه بذريه حسنه. كان نفسك تنجبي ولد؟ كان نفسي. مين ما نفسوش ينجب ولدي هذا. ربنا يخلي لك ابنك يا الله والله بتشوفي عريس. الله يخليك. ما في امرأة مش نفسها تنجب ولد وذرية حسنة. عموما ممكن الولد يطلع شقي ويتعبني، شقي مش شقي يعني من الشقاوة، لا من غير صالح، عمل غير صالح. وده سيدنا نوح قالها في ابنه، ربنا قال له هذا عمل غير صالح لما قال له ابني، يا ربنا يعني ده ابني، قال له لا ما تستنيش عند عمل، سمى الابن عمل غير صالح. واحنا بندلعهم وبنديهم فلوس وبنبوظهم، نفتح لهم المجالات الاوروبيه والامريكيه على مصر عايها، لدرجه انهم نسوا الله فانساهم انفسهم. بس مكالمات وفاكسات بتنهال علينا، ومعنا مكالمة من الإسكندرية. معنا مكالمة من الإسكندرية. مفيش مكالمة، حد يرد عليا. ألو ألو. أيوة اتفضل. أيوة اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أشكرك يا دكتورة. أيوة اتفضل وطي التلفزيون. أشكر عشان الدكتورة هالة على استضافتك ل... الله يبارك لك. أشكرك على استضافتك للأخت سهير البابلي. أيوة. نسأل الله سبحانه وتعالى كما إن شاء الله هداها أن يهديك أنت، الله لأن أنتم المقدمين والناس تنظر إليكم بأنكم قدوة. أيوة. وإن شاء الله بهذه الطريقة تكونون إن شاء الله قدوة. أنت جبتك شكرا شكرا. والله هي مهديه واخلاقها عظيمه جدا، ربنا يبارك لها حقيقي. الله يخليك. يعني انا بقول عن تاريخ قديم وياها، يعني ست معطاءه جدا وقلبها زي الفل. ان الله ينظر الى قلوبكم ولا ينظر الى صوركم، بس احترموا صوركم شويه. بشكرك. ومعانا مكالمات اخرى، بس في معايا فاكس من الدوحه بتسالك الاخت امنه، ما هي حكمتك في الحياه ويا رب تزورينا قريبا في الدوحه. فتقولي لامنه حكمتك في الحياه ايه؟ حكمتي في الحياه ان انا اعيش مستوره واعامل الناس حلوه قوي، وربنا يعني يسترها معايا دنيا واخرتي، واخرتي قبل دنيتي ودنيتي قبل اخرتي، الدنيا اللي فيها معاش. حكمتي ان انا عامل الناس حلو وان الناس تحبني، وان انا اشوف الناس الضحك على وشوشهم وانهم مبسوطين في حياتهم، يعني مستورين في حياتهم. مش عايزه راجل يبكي، مش عايزه واحد يبقى تقيله عليه اعباء الحياه. حكمتي كتيره قوي، الحكمه الكبيره قوي حكمتي ان انا عامل الناس حلو والناس تعاملني حلو، يعني كده حكمتك في العلاقه بين وحكمتي كمان عيش تقي تكسب العالم.
العلاقة بين الرجل والمرأة في داخل الأسرة العربية، الأم وأبنائها، السلوكيات اللي هي أنت شايفة أنها اختفت من حياتنا وأنت بتشوفي أنها ضرورية لحياتنا. يعني ده في حد بعت لك وردة شخصية، أمنة بعتها لك وردة من الدوحة. شكرا، ممكن أخذها؟ آه طبعاً، تفضلي، كل فاكسات هتاخديها. العلاقات الأسرية داخل الأسرة العربية، ما هو السبيل أنت في رأيك أنها نقدر نحافظ عليها في إطار محترم و المحافظة على القيم والأخلاقيات، في على ضوء ما شاهدتي خلال الست سنوات الماضية اللي اختلطتي فيها بالناس ودخلتي بيوتهم؟ أنا بقول إيه، برضو يتقوا الله في أنفسهم، يعني المسلمين يقروا دينهم ويتعاملوا بيه، أهل الكتاب يقروا دينهم ويتعاملوا بيه، وإحنا عايشين هنا مسلمين وأهل كتاب، مسيحية ومسلمين ويا بعض من قديم الزمن كده، فهم الاثنين يقروا دينهم، يقروا ايه اللي لهم وايه اللي عليهم، في زوجها، في تربيه ولادها، في بيتها، الاول بيتها وبعدين هي، الاول بيتها وبعدين شغلها. بس عشان الحياه تستقيم المراه تنظر وتدقق وما تغرهاش الدنيا، لان الدنيا هي قد كده، بعديها فناء، مش فناء كمان، يا ريت فناء، بعديها عذاب، عذاب أليم. بس أنا بقول المرأة هي كل الدنيا، أنا في اعتقادي وفي اعتقاد العلماء والدكاترة والعالم كله والدين وأهل الدين، المرأة مش ثلاث أرباع الدنيا، ولا هي كل الدنيا، هي هترفع وهي هتخفض، مش كلام، مش شعارات، يا عالم اعملوا وسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، اعملوا، يعني الله يحب العمل، اعملوا، اقرأوا، قل أنت، قل، مش حد يقول لك، انت تعمل، اعمل، مش تقعدوا في بيوتكم. ده في رجاله دلوقتي قاعدين في بيوتهم، مراتهم بتشتغل شغالات في البيوت او تمرجيات او 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 او, أو, أو يجيبوا لهم اكل لجوازاتهم، يجيبوا لهم سجاير، عاطلين مش عايزين يشتغلوا، وصلنا لكده. طب يعني الحكايه اتقلبت ليه بقى؟ ما قلت بقى نسينا ديننا، لا نرجع تاني شويه شويه. بس كمان الإعلام له دور كبير جدا، فإن التذكرة، ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ذكريني، يعني حضرتك كنت قاعدة كده، لا يا سهير أنت قلتي للست دي كلمة ما يصح، أو أنت ذكرتيني، أروح أقول لها أنا أسفة يا أختي، معلش سامحيني، ذكري، واحدة عريانة ماشية في الشارع وعينين الرجالة خارجة تبص عليها وهي ماشية عمالين، طب وبعدين؟ طب وبعدين هتروحي فين من ربك؟ راحة فين؟ وبعدين يقولوا بيعتادوا عليهم في الشوارع، ما هو غصب عنهم، ما احترمي نفسك. لا يعني غصب عنهم ازاي؟ يعني واحد يرتكب جريمة ويقول غصب عنه ارتكب جريمة؟ طب ما تحجمي نفسك، ما كانش ماشي الله، طب احط النار جنب الكبريت واقول البنزين جنب النار وماشيين عريانين مالت؟ لا 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 يا دكتوره هاني، الرجل رجل، والرجل برضه يغض البصر، ما انا بقول لك نسينا ديننا، طب ما احنا مامورين نغض البصر، احنا ما غضناش بقى، ده احنا اتخزقنا البصر فيهم، يعني احولنا وشفنا وكذا، والبنت بقت هي اللي تروح للراجل يا ساتر. يعني ايوه مش يا ساتر، ده ده الايه؟ ده اللي ما معمول بيه دلوقتي، أيه؟ في هذا العصر، في هذه الحياه. انا مش بقول بلد واحده، ايوه انا بقول الزمن، العصر اللي احنا فيه اتغير تماما، هي الرذيله زي ما هي من اول ادم لغايه الان، بس بتختلف في شكلياتها، في اسلوبها، في ازاي تتعامل. يا دلوقتي بقى خالص علني، علني دلوقتي، يعني عادي جدا قوي، النوادي مفتوحه، وازاي البنت بتقعد رجل على رجل، ازاي كلها زهره، ازاي تنزل، ازاي بتقاوح الراجل والشاب، الله ازاي الشاب هيبقى مسيطر عليها ازاي في يوم ما؟ وبعدين يقول لك حقوق المراه، حقوق المراه انك تحترم الرجل، يا شيخه اتقي الله، حقوق المراه في ايه؟ يلا
المرأة، حقوق المرأة عشان ما حدش ياخدها لي عيب وانا متخلفة وكذا. لا لا، حقها في العمل، حقها انها تاخد اجرها عن عملها، حقوق المرأة في انها تحترم جسدها ونفسها وجوزها وبيتها، حقوق المرأة انها تروح شغلها جنب الحيطة ماشية مش متفرعانة في نص الشارع وتهاجم الرجالة. واوعى وانت اذا كان راكبة عربية وكذا، اللي انا بقوله غض البصر، اللسان، الصوت، المعاملة، ما تحسس ان في ست ماشية. السلوكيات، السلوكيات هي دي. مش بقول انها المرأة، حقوق المرأة ما وصلت للقمر حتى هتطلع، ده مش مطلوب مننا. بما اننا بنتحدث عن سلوكيات الناس في هذا الزمن، معانا مكالمات من المانيا وانجلترا. تكلمي فين اهو؟ المانيا. انا بحب المانيا. بتحب المانيا؟ بتحب المانيا؟ اه. ايش اللي بديش؟ المانيا معانا مكالمه. الو المانيا. الو السلام. الو السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا ساجده عم بحكي من المانيا. ايوه اتفضلي يا ساجده. السلام عليكم حق سهير. الله يسلمك حبيبتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتكلمي على طول حضرتك، احنا سامعينك. انا سعيد جدا لانك انت عم تحكي هالكلام الحلو حبيبتي. ونحن بحاجه انه نسمع هالشيء، وبنتمنى ان نشوفك ببرامج دينيه ان شاء الله. الله. ان شاء الله. بس نكلم المسؤولين، نتعلم منك اكثر واكثر ان شاء الله، ونعلم اولادنا يا حبيبتي. ايوه ونعلم اولادنا منك ومن كلامك الحلو. ونحن بنشكر الدكتوره هلا على هالبرنامج اللي استقبلتك فيه حبيبتي. قلبي شكرا شكرا. سهير ده مش عايزين. شكرا كتير يا مدام سهير. نتمنى نشوفك دايما ان شاء الله. ان شاء الله نشوفك دايما وتقدمي برامج. سيبي عنوانك عشان انا بروح المانيا عشان اولادنا تستفيد. شكرا يا ساجده. شكرا شكرا شكرا. ان شاء الله هتشوفيني باستمرار في البرامج اللي هي الحلوة الدينية المعقولة الجميلة. الوقت احنا ساجدة من ألمانيا خلتنا هننتقل لنقطة مهمة جدا، يعني ان انت ننتقل لانجلترا. ننتقل لانجلترا، مكالمة انجلترا وبعدين اقول لك على حكاية البرامج دي. انجلترا معنا. الو. ايوة يا انجلترا. لندن ولا فين يا انجلترا؟ انا زعلانه منكم. شفت عشان قلت بحب المانيا. لا انا زعلانه منهم عشان الكذب اللي بيكتبوه في جرايدهم دول. ايوه. لا لا إيه؟ انا ماليش دعوه تعرفوني او ما تعرفونيش، بس انا بقول كلمه لوجه الله. انتوا افتريتوا علينا قوي. تقول لا ازاي؟ لا ما يكتبوش حاجه غلط. ايوه لا قولي. طبعا يكتبوا كذب وافتراء علينا. أيوة. ده احنا من ايام الفراعنه واحنا مع بعض. ايوه. لا لا اكتبوا المعقول. انتوا عايزين ايه مننا؟ عايزين ايه؟ ما احنا طلعناكم من كام سنه بعيد قوي. 100 سنه. بس انا عايزه اقول ان اللي طالبنا من انجلترا مشاهد او مشاهده عربيه، يبدو ان الخط قطع، لكن طبعا لكن انا عايزاكي تقولي ما يحدث في الاعلام الغربي الان. ايوه. هجمة الله. على للتفريق و يعني اكتر ما فرقونا اكتر من كده. يعني بيفرقوا العرب ليه؟ مش عارفة اشمعنى احنا مش قادرين نفرق اوروبا دي خالص ولا امريكا. ربنا يهدينا جميعا والله ويهدلهم قلبهم. يعني انت بتؤكدي على الوحدة الوطنية وعلى المشاعر اللي بين المسلمين واهل الكتاب في اعظم صورها، وان احنا ما عندناش اي نوع من مدارس. يا دكتورة هالة مع بعض صف بصف، ولاد بنتي معها المسيحية ومعها كذا أرملية ومعها جرجية، كل ده في مصر وفي بيوتنا وجيراننا واخواتنا واصحابنا. انا اكتر صحابي من الكبت. الله. اللي كانوا بيمثلوا وياه نصهم مع بعض. أيوة. صحابي جدا. ايوه. الله ازاي يفتروا كده؟ ازاي مع انهم بيقولوا خواجاتهم واخلاقهم عاليه؟ لا لا اتضح انهم اخلاقهم مش عاليه ابدا. لا هو علي. بالتاكيد محاوله لهز الاستقرار الموجود في داخل. والله يا جبل ما يهزك ريح. والله يا جبل ما يهزك ريح ابدا. هزوا فينا ايه؟
نرجع بقى للاخت ساجده اللي بتقول لك عايزين نشوفك في برامج. هل انت على استعداد انك تعودي للعمل؟ يعني انت تركتي خشبه المسرح وقلتي انتهت علاقتي بالعمل، هل انت على استعداد بزيك وبسلوكك وبكلامك وباسلوبك اللي انت فيه حاليا ان انت تكملي رسالتك بصوره اخرى؟ يعني لو مثلا عرض عليك انك تقدمي برنامج مثلا. ايه قوي؟ ايوه بس السيناريو ايه؟ هقول ايه؟ ايوه هخاطب مين؟ ده انا اتمنى ان انا اعمل دعوه مشرفه للمراه المسلمه والمراه بشكل عام، سلوكيات المراه. يعني انا مش اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، انا على قدي خالص، لكن بس كإنسان انا كإنسانة المعاملات الانسانيه. ايوه لان انا قارئه جيده، هقرا لهم واحضر لهم. ده يوم الهنا ان انا اقدم حاجه كده، لان ده كل ده في ميزان حسناتي. ايوه يا رب اتمنى ان احنا ايه، يعني لا ترفضين العمل؟ لا ما ارفضش العمل. في اطار العمل ايه؟ في اطار ايه؟ علي شويه الميكروفون. علي الميكروفون شويه باش ما اسمعك. معلش. ايوه اللي انا بقوله في حدود الشرع والدين، يا اهلا بيه برنامج في محطه اقرا، ده انا سعيده جدا بالمحطه دي. بس لازم تطعم لسه عايزه لها ايه؟ الجذب بقى والشد، لان الصندوق ده لازم الانسان يتجذب له بايه؟ بالبرامج اللي جواه. مين اللي بيقدم؟ بيقولوا ايه؟ ما هو رجال دين ورجال علم ورجال كل حاجه هيقدمه. بس ما فيش مانع ان برضه كانت واحده محبوبه بتيجي تنزل لهم لغايه بيوتهم وبتقول لهم كلمه في الحق بس. وده انت واخده على عاتقك ده يا دكتوره. يعني انا النهارده بنعلن ان سهير البابلي ان شاء الله باذن الله اعلنت موافقتها انها يمكن ان تقدم برنامج يكون فيه رساله انسانيه عظيمه، وانها بتقول انا بتكلم كانسانه الناس كانوا بيحبوها، ومن تجربتك في المعاملات الانسانيه ودلوقتي بيحبوكي اكتر. مش كده؟ طب انت حسيتي ان الجمهور بعد عنك شويه؟ لا بالعكس. لا ده احنا عندنا ناس عدينية حلوة قوي قوي، كلنا كلهم بيحبوني، حتى اللي مش محجبات بيموتوا فيا، حتى اللي يعني انا بكلم بجد بصدق، كل بيت بيحب انسانة مش لسهير، انسانة ملتزمة في حياتها. يعني هم شافوني على مدى 30 سنة 25 سنة 40 سنة 50 سنة، كل واحدة بتقيم من تاريخها مش هدر. والانسان المصري ده ذكي جدا جدا، وبيحصل له رواسب داخله يعني، وبعدين الاخر بيقول رايه بقى في هذه الانسان. من الدوحه لولو، من الدوحه بعتلك برضو ورود تقول لك تحيه بس طيبه وايام سعيده في هذه الدنيا القصيره. وتعجبني مقوله قالها رسول عليه الصلاه والسلام، انما اتيت لاتمم مكارم الاخلاق، لاتمم مكارم الاخلاق. نحن نحس بانك املنا. ونريد ان يطول اللقاء، والناس كلها بتطلب الدكتوره هالة ارجو ان يطول البرنامج للفنانه الكبيره سهير البابلي فقط، يعني محدش تاني يجي. ايه رايكم؟ هو في حد تاني النهارده؟ في حد تاني جاي؟ ما اعرفش والله، في حد تاني جاي؟ انا قيله ليا البرنامج بتاعي. مفيش حد تاني جاي. البرنامج للفنانه سهير البابلي. مروه فتحي المهندسه، مروه فتحي انت قدوه حسنه، بارك الله فيكي، وشكرا لاي ار تي، الف شكر لهذه الضيافه الجميله في برنامج الليله. نرجو من ايه ار تي ان تستغلوا السيده سهير البابلي خير استغلال، بان تصنعوها في الفضائيات، تضعوها في الفضائيات، وهي اكبر من مدرسه نتعلم فيها الكبار والصغار. شكرا. يعني وارجو ان تصل هذه الفاكس الى يد الشيخ صالح يدا بيد. انا هروح له في المهرجان اللي هو عامله ده، عيد ميلاد الاي ار تي، وهاخد دول معايا. وهتقولي لنا كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم طيبين، هتحضري الاحتفال بمرور خمس سنوات. ربنا المستعان ان شاء الله، ربنا يعمل اللي فيه. من منذ عدة سنوات، من 3 سنين تقريبا، انقلبت الدنيا وقامت وقعدت عندما نشرت احدى الصحف خبر عودة سهير البابلي للتمثيل من خلال مسرحية كتبها دكتور مصطفى محمود. كان عنوانها عظماء الدنيا وعظماء الآخرة.
قيل أن قد يخرجها جلال الشرقاوي، لكن الحقيقة على حد معلوماتنا أن دكتور مصطفى محمود طلب أن أنت تقومي بتقديم هذا العمل، وقريتي النص وعجبك. وأنا قريته وعجبك الجو الصوفي في النص. لا لا، اصل في حاجات تعجبني وفي حاجات ما اقتنعش بيها. أي. اصل الصوفيه دي مراحل، انا ما اقدرش اتكلم عنها لان انا مش ضليعه في الدين. بس عجبك نص الدكتور مصطفى محمود؟ لا، اصل في حاجه ايه، الظاهر والباطن. أي. دول اسماء الله الحسنى. أي. طب ازاي انا ابقى الظاهر والشرير يبقى الباطن واثنين اسماء الله الحسنى، الظاهر والباطن؟ أي. ففي الظاهر وفي الباطن. وبعدين يقال والله اعلم كان عامل شخصيات اسمها الظاهر والباطن. لا، هي روايه لابن عربي. وده في قول قالوا عليه كذا، وفي قول تاني قالوا على ابن عربي كذا، وانا ما اقدرش اتكلم لاني انا مش عنديش درايه جامده عن العلماء والفقهاء واللي قبلينا السابقون. اللي انا بقوله، أنا تشككت شوية في النص. تشككت؟ بسؤالي للأستاذ الكبير حسن أيوب وزوجي الله يمسيه بالخير، وسألت أهل الذكر، قلت كذا 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 كذا، قلت لهم الرواية، قالوا لي يستحسن واتقي الشبهات وبعدي. أنا العلم ما بتخذ خطوة إلا ما أسأل فيها مرارا وتكرارا. اولا استخير ربي، يعني برضو قبل كده مع الست ليليان استخرت مليون مره، معاكي استخرت مره واحده فجيت. يعني لانك انت يا هاله حقيقي لك اسلوب سحب حلو جدا، خلي بالك من الحته دي. بس انا شايفه اني ما فيهاش حاجه الا لما اطل على الشاشه الحلوه دي وبكلام حلو زي ما احنا كلنا في قعده حلوه، يعني ما بعملش حاجة خارجة عن اللي أنا فيه حاليا. بالعكس، الجمهور. فأنا الرواية فعلا ما عنديش مانع أن أنا أقدم مسرح أو أنا أقف وأمسك ورق، بس أقول كلمة في مجتمعي، كلمة لله، كلمة لوجه الله، كلمة تخدم. لا، كلمة أقول فيها، مش أمثل. أي. التمثيل ده اتلغى من حياتي. أنا مش يعني أنا قلت كرهني في التمثيل، لكن ما عندكيش لو كان نص مسرحي بيقدم رسالة أو عن شخصية تقية، شخصية إسلامية هيقول معنى كبير، ما تقدمهاش؟ أنا كده حبيت نفسي في هذا الوضع، أنا كده سعيدة بحالتي، مش عايزة تعب مخ تاني، مش عايزة خروجي من البوتقة اللي أنا قعدت فيها وأنا عجباني، مش بوتقة أن أنا قفلت على نفسي، لا، أنا ست اجتماعية جدا، عندي صحبة هنية جدا، بخرج بسافر أوروبا، باجي عندي مجتمعات بتاعتي، لكن أنا مسرح استحالة، ده عمل لي مرض. شكرا شكرا. يعني في دلوقتي ناس للمسرح، في ناس، يعني أنا الدكتور مصطفى محمود قالها لي، هذا ليس عصرك، بس هو ده قالها لي، رأيك في المسرح يا دكتور؟ قال هذا ليس عصرك، فأنا بحترم كلمته جدا. بس يعني كل حين ليه حاجة، يعني كل وقت ليه أدان زي ما بيقولوا، كل وقت ليه ناسه. لكن ممكن مثلا قراءة أدعية، ممكن أن أنت تقدمي برنامج زي ما اتفقنا، كل هذه لا، أقدم في الخير، في السلوكيات، في إحنا أنا وهم نعمل حاجة، نطلع نعمل جمعيات، أعمل أي شيء لوجه الله والحفاظ على كيان بلدي وناسي وجميع الأمة العربية، مش هنا بس. دي كل اهي، شوف التليفونات جايه منين. احنا معانا مكالمات من البحرين، قال شملان من البحرين، هنلحق ناخدها قبل الفاصل. اتفضل. الو، قال شملان من البحرين. الو، اهلا معكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو، ايوه، اتفضل. اتكلم على طول، اتفضل اتكلم. طيب، الحقيقه انا اولا ابغى اقول للدكتور هاله وللمخرج الله يسامحكم انكم وقفتوني على الخط مده طويله. سامحنا عشان المكالمات جايه كثيره قوي، سامحنا. شكرا. الله يعينكم. اتفضل.
وأشكركم لكم على استضافة السيدة سهير البابلي، وهي فرصة سعيدة أن نتعرفنا على الوجه الآخر للسيدة سهير البابلي. أرجو من الله أن يثبتنا وياها على قوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إن شاء الله. شكرا. السؤال الذي اريد ان اساله للسيده سهير، ايوه، ما هو دورك الان تجاه اخواتك الفنانات السابقات؟ وارجو لا تاخذيني لقول فنانه. شكرا. ممكن نلتقي مع اجابه سهير البابلي على هذا السؤال في الليله بعد شويه، وخليك معنا. وما زلنا في هذه الليلة الجميلة، ليلة خاصة جدا جدا مع سهير البابلي، وبدون ألقاب وبدون صفات السيدة الجميلة سهير البابلي. سؤال من الأخ من البحرين عن علاقتك بزميلاتك من الفنانات من الوسط الفني. أنا والله طول عمري علاقاتي معهم كويسة جدا، كبير وصغير، مبتدئ وقديم، أخلاقياتي معهم حلوة قوي. كلمة حق بقولها طول ما أنا موجودة عايشة، حتى لو أغضبت ناس كثيرين، بس كنت بقول لهم، بنصح وباخد النصيحة لي. أنا غلطت بقول لهم قولوا لي، إحنا مرآة بعض، المسلم مرآة أخوه المسلم. بس اللي كانوا أصدقائي قوي يسرى وهالة، وهالة دكتورة هالة، اللي كنا يعني بنود بعض قوي. يسرى أكتر واحدة، كانت في فترة ما السيدة إسعاد يونس، وردة، نعم، شادية كانت زميلة في ريا وسكينة، كانت حنونة جدا، أخت، ويعني أنا مش عارفة أوصف السيدة شادية إزاي، لأنها كلها كتلة حنان، يعني ربنا يبارك لها. أمنة من دوحة بتقول لك: ما هي أخبار السيدة شادية؟ وأرجو منك إبلاغها سلامي الشديد، ونرجو أن نراها على شاشة إيه آر تي. هي كويسة جدا، يعني شغلة كل وقتها في العبادة. الظاهر إحنا لما بننسى بنقعد كتير فنانين، وبننسى يعني إيدنا شوية، فبننكب عليه جامد قوي، يعني عايزين نخلص التعويض. تعويض، نقول يا رب ليه كده ما تحجبناش وشوفنا عرفنا ديننا من 20 سنة يا رب كده، بس معلش معلش كده أحسن. الحمد لله أن أنا، بس الله يحسن ختامي، ربنا يحسن ختامي، ربنا يثبتني على اللي أنا فيه، لأن إيه يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، لأن ربنا كده في إصبعيه بيقلب القلوب كده طول، يعني طول النهار. انت النهارده فوق، النهارده تحت، النهارده كذا، النهارده مزاج، النهارده بساعه متطلقه، ساعه رده، ساعه متنرفزه، ساعه كذا. يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، لان مره ممكن كلمه تطلعك عن دينك تكفري، ممكن كلمه تثبتك. يعني ربنا يثبتنا في هذا العصر، والماسك على دينه كماسك في هذا العصر على جمره من النار. يعني اعرفوا كده اللي ماسك على دينه ازاي، كل اللي قاله ربنا، تعاليم ربنا بقدر المستطاع. يعني عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ بلغوا عني ولو ايه، يعني ايه؟ وخذوا عني بما معناه اليسير، يعني ما لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يعني سيدة شادية بتتصلي بيها في أمان. لسه كنا مجتمعين في حالة سرور وفرح جميل لحنة بنت شهيرة، حاجة شهيرة طبعا، ودي بنتنا كلنا. يعني شهيرة دي أختي في الله، وكانت زميلة وست راقية قوي في أحاسيسها، وحضرتوا كلكم الحنة بتاعت حنة حضرناها كلنا، وكلنا اللي ما بيحضرش أفراح طبعا كلنا راح، ورحتوا بقى الحنة، ما رحتوش الفرح؟ لا، انا وشادية، انا بنتي بروح، هي بنتي السفيرة بتاعتي في كل حاجة. ربنا يبارك لها، واصل بنتي تحب شهيرة، او شهيرة تحب بنتي قوي. وشادية راحت؟ لا، ما راحتش الفرح، راحت الحنة. وكلنا رحنا الحنة، وكل الفنانات المعتزلات
هنوها وغير المعتزلات كلهم هنوها، كلنا صحبة حلوة أو كلنا بنسأل على بعض، اتحجبت أو ما اتحجبتش، لو حصل حاجة الفنانة كلنا بنجري، الفنان كلنا بنجري. قبل ما أسألك على يسرى والصداقة الخاصة جدا اللي بتربطك بيها، معانا مكالمة من دينا. دينا من القاهرة. يا دينا ألو. دكتورة هالة. أيوة. ألو. أيوة. ألو. ألو. اتفضلي. أيوة. أميرة. مساء الخير. مساء النور. اتفضلي. اتفضلي. ألو. اتفضلي اتكلمي على طول علشان احنا سامعينك. مي من انا مي رضوان من القاهرة. اهلا يا مي، اتكلمي على طول، مساء الخير، اتفضلي. انا كنت عايزة اسلم على مدام سهير، وكنت عايزة اسألها العبايات الحلوة دي اقدر اجيبها منين؟ من عند سهير. تعالي لي عندي. من عندي. ودي دعايه كمان، ده تسويق. عايزه اعرف العنوان. عايزه تعرف العنوان، هسيبهولك في الاي ار تي، تتصلي بينا في الاي ار تي ونقول لك بقى عنوان العبايات. شكرا يا مي. اللي بعده، المكالمه اللي بعدها. الو. ايوه دينا، معانا دينا يا استاذ خالد. ايوه ايوه، فين المكالمه؟ على ما توصلوا لي الخط. أمنة من الدوحة ورودة ومحسن كلهم بيسلموا عليك. الحمد لله على أننا رأيناك، وهذا يوم السعد بالنسبة لنا. لديهم أسئلة كثيرة خاصة ولا يريدون البوح بها إلا لك شخصيا، فسايبين أرقام تليفوناتهم. ليلى عبد الله، أنت إنسانة عظيمة، والدكتورة هالة قدمت لنا هدية جميلة. تحية لكل من يقدم على عمل جميل، وشكرا لراديو تلفزيون العرب. زي ما احنا شايفين المكالمات بتنهال. على ما توصلونا المكالمة، علاقتك بيسرى ما زالت كما هي؟ طبعا. أي. طبعا أتألم لألمها وأبسط قوي لسعدها. مين ما يحبش يسرى؟ ايه ما نحبش. تقولي لها ايه النهارده؟ تقولي ليسرى ايه النهارده؟ انا اقول لها يا رب يجيبك بالسلامه، ويجيبك ليا وللناس كلهم وجمهورك واحبائك في امريكا، انها تيجي بالسلامه وتيجي بصحه جيده، لانها كانت تعبانه شويه، مش حاجه يعني كبيره، لا راح تعمل تشيك اب وتحضر مهرجاناتها. ربنا يجيبها لنا بالسلامه يا رب. ربنا يجيبها بالسلامة. معانا مكالمة من الرياض. بالصحبة الحسنة في حياتها كلها. معانا مكالمة من الرياض. لا التليفون اتقطع. هرجع بيكي قبل ما الجمهور معايا في الصالة عمال يشير لي وعايزين يسألوكي أسئلة، ودي حاجة احنا ما بنعملهاش أبدا في الليلة، بس هنعملها معاكي النهاردة. النهاردة بقى يلا خلاص. لكن عايزين، مين عايز يسأل أستاذة سهير؟ الايدي كلها مرفوعه، حضرتك عندك سؤال ليها، وبعدين الشباب. اتفضلي. ايوه اتفضلي. ازيك يا مدام سهير؟ اهلا يا وحشتينا جدا. الله يخليك. عايزه اسال حضرتك، اول ما اتحجبتي اتحجبتي كله كده ولا حته بحته؟ لا لا. هو مش اقول لحضرتك حاجه. ايوه. الحاجه لما تتاخد، انا بالنسبه لي انا باخد الحاجه على طول، يعني ابيض يا اسود. كنت طول عمري اقول ايه، مفيش جري في النص او مفيش الرمادي. ايوه يعني يتحجب يا لا على طول، يعني كله كده، يعني مش هبقى ابتدي كده الاول. طب ما بيبقاش حجاب، حته قصه، او ابقى احط قصه كده وانفخها طول ما انا ماشي، او ديكولتيه شويه، او رقبه باينه. لا مره، ويعني هقول لحضرتك حاجه، مش ده الحجاب اللي كما يجب، المفروض خمار. يعني انا بقول لك لا كده، يعني ده كويس جدا. طب عشان خاطر كده مظبوط، ما هو لا يفسر ولا يكسم ولا الحمد لله، ربنا يبارك لك. بس انا جيتي عليا برضو مجتمعي، بس ما هقول ايه، لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. حاجه عظيمه والله. انا كده كويس، وخطواتي يا رب يتممها لي بخير، وما ينقصنيش غير دعواتكم. حاجه عظيمه والله. الله انت احنا اعظم. فرحانين بحضرتك. الله اعظم. شكرا. سؤال اخر هنا. اهلا يا حبيبتي بيكي. الله يبارك لك. ايه رايك في النقاب بقى؟ لا انا ملياش راي، الراي للعلماء. يعني حضرتك انا ما انا الا واحده من المسلمات اللي بيحبوا يعني جنب الحيط. انا عامله حجابي وكده صح
وكده افضل. والله اللي لاقيه نفسها فاتنه جدا تغطي وشها، اللي لاقيه نفسها هي احساسها ايه بشكلها، هل ملفته؟ ما هو زي ما بيقولك لكل فوله ليها كياه، اللي انا تعجبني ما تعجبش واحده تانيه، ما يعجب الراجل ده ما يعجبش، هي حاسه ايه؟ جسمها فاتن، شكلها فاتن، رقبتها فاتنه، تروح مخبيه. وبعدين في قول في هذا وقول في هذا، انا خدت ايسر، وده حلو وده حلو. كلامك حلو، كلامك حلو. الاخت الفاضله سهير البابلي، نشكرك ونشكر اي ار تي على هذا اللقاء الجميل، نتمنى ان تتكرر هذه السهره وتكون سهره رمضانيه في الشهر المبارك، وتجمعك انت والدكتوره هاله والسيده شاديه، وهذه امنيه، ولك تحيه من القلب. الاستاذ شهاب الحمودي من دمشق، عضو نادي اي ار تي، بشكرك جدا جدا يا استاذ شهاب على هذا الاقتراح الرائع، وانا بطلب منك دلوقتي امام الجمهور استاذه سهير ان يجمعنا لقاء في رمضان باذن الله. انا بقول ان شاء الله ان دي دعوه حلوه قوي، دعوه حلوه للخير. يعني انا نزلت وجيت لاني انا درست واستخرت وشفت، قلت لا لازم انزل تحت بزي ده، وعسى يمكن يبقى فيه خير. احنا اتمنى ان السيده شادية تكون معايا في رمضان، او انا اكون بصحبتها، لاني انا يشرفني هذا، لان هي الست دي نزولها في حد ذاته هيعمل صحوه كبيره قوي مع النساء. انا بأؤيد الاخت سهير البابلي في دعوتنا لشادية انها تكون معانا، او احنا نكون معاها زي ما سهير قالت، في صحبه رمضانيه جميله، لان ان شاء الله باذن الله تكون لقاء في خير كبير جدا. وبشكرك يا استاذ شهاب على هذا الاقتراح، وانا معي هنا صديقه، انا ما عملتهاش مفاجاه، لان انا قلت لها يا استاذه سهير نجيب مفاجآت ليكي، قالت لي لا انت هتكذبوا عليا، انا تقولوا لي جايبين مين، فما كدبناش عليك، لا جايبينها لك مفاجاه. انا عارفه انها جايه. الاخت سهير صديقه لبنتي وصديقتي وعائلتها كلها، اصدقائنا في الله كلنا، احنا كلنا اخوات في الله. وانا قد ايه كنت بحب الاخت سهير، وهي طبعا فنانه زي ما كل الناس بتحبها، بس لا تتخيلي حبنا في الله كان قوي قد ايه، يعني سواء بيني وبين بنتها، ولادنا زمايل في المدرسه في فصل واحد، انا وبنتها الحمد لله نلتقي دايما على الخير احنا والحاجه. انا لو قلت لك اوصف لنا سهير البابلي ببساطه، سهير البابلي هي سهير البابلي، كوميديان نقعد في مجالس برضه، هي تلقائيه طبيعيه جريئه صريحه، يعني حضرتك لا تتخيلي من اول مره تشوفيها ممكن تحبيها، يعني حتى لو انت ما تعرفكيش تخليك تحبيها وتصاحبك وتدرس مشكلتك، لو حد عنده مشكله تقعد تتكلم معاها، هي واضحة جدا بيضة جدا، مش عارفة أنا مش عايزة أطري عليها، لكن يعني ربنا يعني ولا نزكي على الله أحد، ربنا يكرمها ويكرم الناس كلها اللي التجأت لربنا، لأن هو ده ديننا، وده يعني هو الدنيا دي دنيا عمل، والآخرة دي دنيا، يعني ده الجزاء في الآخر يعني، فإحنا عايزين يعني لا تتخيل الصحبة الصالحة دي بتفرق قد إيه مع الواحد، وهي مؤثرة طبعا، هي كانت مؤثرة وهي كانت فنانة، ما بال دلوقتي بتكلم من قلبها، ما بتجاملش، ما بتعرفش تجامل، يعني لو لقت غلطة تقول لها أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، أنت مش مجاملة، أنت صريحة، هي طول عمرها صريحة، أنا أول واحدة والله كانت صريحة جدا، بس كنت الأول بتزعقلي وتقولي بتزعقلي كده وما تعمليش كده، بس كنت الأول بزعق وأقول كده قدام ناس، دلوقتي لا الدين علمني، لا دلوقتي بطلت النصيحة، لازم أخدها على حدة كده وأقول لها. أيوة. ساعات يطلع مني حاجات من ايام الجاهليه بتاعتي، فاروح فايقه كده تاني واقول لها اسفه سامحيني، بعدين اخدها على جنب اقول لها حصل كذا، واقول لها من فضلك لو لقيتي فيا عيب ارجوكي قولي لي، انا اولاد بنتي اقول لهم قولوا لي في ايه. في اي مجلس حضرتك لو هي قاعده برده تقعد تتكلم وتضحك، يعني مش بيبقى القعاد يعني بس في ذكر طبعا، ولكن برضو بتخلي حتى لو ناس بعيده قوي بتسمع كلامها، بسم الله ما شاء الله، يعني عندها قدره على مقنعه جدا جدا، وربنا يبارك فيها، يعني هي واللي زيها والاخوات كلهم. وانت بتسمعي كلام سهير؟ اقول لكم بقى دي مين؟ دي سهير الصغيره.
حفيدة سهير البابلي، سهير الصغنطوطة. ايه القمر ده؟ ايه القمر اللي على الشاشة ده؟ بس دلعك بتقول لك ايه؟ سوسكا كده. سوسكا يعني اسم الدلع بتاعك يا سهير. سوسكا دي سوسكا الصغيرة. بتسمعي كلامها؟ هي بقى أصعب حاجة فيها ايه؟ هي صعبة؟ يعني أصعب حاجة فيها ايه؟ في تخافي منها؟ تخافيش؟ يعني والله يعني. تعالي يا سهير، تعالي يا سهير. يعني يلا معاك قمتي، تعالي اقعدي معايا هنا. ايه بقى الحكاية؟ يعني ساعات تيجي مثلا لما تيجي تزعقلي ساعات بخاف شوية. ساعات بتخافي شوية لما تزعقلي؟ بتزعقلك امتى بقى؟ لما بتعملي ايه غلط؟ يعني مثلا اعمل دوشة في البيت، اي حاجة تحط تزعقلي تقولي في ضيوف مش عارفة ايه كده. ايه كمان؟ ساعات مثلا لما بكسر حاجة وانا صغيرة تحط تزعقلي. وانتي كبرتي دلوقتي يعني؟ كبرتي؟ عندك كم سنة؟ عندك كم سنة؟ 12. 12 سنة. هي طول عمرها حساسة جدا، فنانة قوي بطبيعتها. طوعنا الفن بتاعها لأنها كانت تقريبا صوت ما حصلش، توقيعات ما حصلتش. لا صوت طبعا كان صوتها حلو جدا، فطوعنا ده لأنها حفظناها القرآن الحمد لله. وفي طريقها يعني مامتها مبشرها على طول، هي مبشرة بأولادها بالحاجات دي، يعني شوية كده وشوية دنيا وشوية هنا، يعني ما بتتكاش عليهم. أكتر حاجة بتحبيها في سهير بتقولي لها إيه؟ بتندهي بتقولي لها إيه؟ هي أكتر حاجة بتحبها فيها عشان أقول لها لأ مش هجيب لك الحاجة، لأ مش حاجة، تقول تجيلي لما تغلب في أمها تجيلي. تقول يا تيتي انا مش عايزه كذا وكذا، والكوتشي دي بقى لها قد ايه عندي وكذا. اقول لها لا مش هجيب لك، انا جايبه لك كام واحده من هنا ومن هنا، استنى كده شويه. هي عارفه ان انا هرضخ يعني بعد نص ساعه، اقول لها روحي اشتريها على طول. عشان كده هي بتجي دايما التيتا كده. هي نقطه ضعفك يعني؟ هي نقطه ضعفك. سهير معانا مكالمه من مشاهدينا في المنازل. المكالمه منين يا استاذ خالد؟ نقول يا هلا. الو. الو. ايوه افتح لنا الخط. ايوه الو. الو ام محمد من البحر. ام الو. ايوه يا ام محمد اهلا وسهلا. ايوه يا مدام سهير. ايوه يا حبيبتي اهلا بيكي. اتكلمي حضرتك. انت قويه دايما في اي وضع انت فيه. الله يبارك لك. كنت قويه جدا جدا زمان، ودلوقتي اقوى واقوى واقوى. ربنا يبارك لك. وانت كنا بنحبك جدا زمان، وفعلا دلوقتي بنحبك اكتر واكتر واكتر. الله يبارك لك. واحنا لما لقيناك اتحجبتي بصراحه احنا الحمد لله بدينا نعمل زيك. يا ربي. وظهورك النهارده على الشاشه رفع قدرك 2000%، لانك اكيد هتهدي ناس كتير جدا. انت عظيمه، وان شاء الله دايما تفضلي عظيمه. شكرا. واهل البحرين كلهم بيحبوكي. الله يبارك. ويتمنوا ان انت تيجي هنا البحرين وتقضي معانا ليله من ليالي رمضان. ان شاء الله. ان شاء الله. انا ما يا ترى هتجينا؟ انا ايوه قوي طبعا، بس ايه هخطف من المملكه العربيه السعوديه يوم واجي لكم، لاني انا رمضان هناك ده حياتي وعباداتي هناك. يعني هناك انا بنسى أكيد. حياتي هناك. انت كفايه وشك كده، يعني وشك بيحبب كل الناس فيكي. احنا بنموت فيكي والله من زمان، ودلوقتي بنموت فيكي اكتر واكتر. الله يبارك. شكرا يا ام محمد. عبد الله والشيخ حمد والشيخ سلمان وكل اهل البحرين بيقدروكي ويحترموكي، سواء كنت على المسرح او دلوقتي، بس دلوقتي طبعا اجمل بكتير. سلمي لي على الشيخ حمد والشيخ سلمان وكلكم. والله والله انا لازم اجي لكم ونتزاور ان شاء الله. نتزاور في الله.
اتمنى شكراً. اتمنى يا مدام سهير، وخصوصا ان انا في ناس كتير جدا يقولوا ان انا فيا شبه منك. اوه كان لازم نشوفك بقى. اتمنى ربنا يهديني زي ان شاء الله الاي ار تي هيطلع شاشه تبين اللي بيتكلم. ان شاء الله عشان اشوفها. دي بقى دي لازم، ده الاختراع الجديد. حضرتك تسيبي لي تليفوني. القلوب واحده صدقيني، القلوب واحده والايمان طبعاً واحد طبعاً. ودايما اللي ربنا بيهديه بيهدي ناس حواليه كتير. ان شاء الله. شكرا يا رب. يا رب يكتر منك ويكتر مننا ويهدي الاسلام كله ان شاء الله للخير. شكرا يا ام محمد. احنا مستنيينك في البحرين. انا عايزه اقول لك ان في عنوانك يا ام محمد، تبعتي لنا فاكس بعنوانك وتليفوناتك عشان نوصلها لسهير. ووصلنا برضو من رودا تحيه الى الحاجه الكبيره في عطائها، ارجو منك الاستمرار في الظهور لان ظهورك على الشاشه كان له دور كبير في حب الناس لك والدينهم لانك انت القدوه الحسنه. شوفي ايه وبعدين رمارك هقول اتفضل. اللي انا بقوله في اخوات وفي رجال دين ورجال علم، عايزه اتكلم في الحته دي الجزئيه دي بالذات، ان انا اول ما قلت ان انا هطلع على الشاشه مع الانسه ليليان عملوا لي ضجه كبيره جدا، لا ما تطلعيش وحرام ولا يجوز ولا يجوز، صوت المراه عار او صوت المراه عوره وظهورك لا وبعد حجابك وازاي وازاي سهير البابلي تطلع. انا سالت علماء واستفتيت قلبي، لما انا هقعد في البيت هفيد بايه؟ هفيد بايه الناس المسلمات اللي عايزين مني كلمه في اللي انا اكتسبته؟ فلازم اقول التجربه اللي انا عشتها اقولها. ما مش كفايه ان انا اقعد في مجلس 10 20، لا ده الوف ملايين ملايين بيتفرجوا عليا من جميع انحاء العالم. أي. اللي انا بقوله ان احنا ما نبقاش متعنتين بالطريقه دي، يعني اديني يسر. مش بقول كده ان انا بحلل لنفسي اشياء يحرمها الدين، لا انا بقول كده لاني سالت كتير قوي، وعشان كده انا عايزه الاخوات ورجال الدين انهم الدعوه تبقى ما يحرموهاش على ناس ويحللوها الناس، ان ما دام فيها خير لمسلمات كثيرات لسلوكيات المراه يقولوا لنا اتفضلوا، وما دام احنا طالعين في الاطار المحترم والشرعي. الحقيقه يعني الفاكسات كتيره قوي زي ما انت بتشوفي، وحشتيني يا ام العزيزه ولا تحرمينا منك ابدا ابدا. وعندنا ايضا احنا قرينا لك لولوة الى البرنامج، يا هلا وكل عاملين بيه، تحياتي واشكركم على استضافه الحاجه سهير. سؤالي اليكي، هل تتمني ان بنتك العمل بالتمثيل او المجال الفني؟ طبعا لا طبعا. عايز الاجابه بصراحه من الاخت سهير من باسل واشرف. انا صريحه جدا، ولما كنت صريحة مع نفسي ما كنتش قعدت القعدة دي دلوقتي، كنت اختفيت تماما، لاني مش هقدر اواجهك ولا اواجه الجمهور. اللي انا بقوله اللي انا اخدته على نفسي وعلى اعتقي ان انا مرضهوش في نفسي حاليا، وكنت اتمنى ان امي وابويا يضربوني على ايدي لما دخلت معهد التمثيل، انا مرضهوش لبنتي ولا بنت بنتي. الدنيا زايلة، الاخرة هي الباقية، في حدود. ما تفتكريش ان احنا قاعدين 24 ساعه بنصلي وبنسبح، لا بس انت في ب ب ب بنغني اغانينا الحلوه، بنفرح، بنتزاور، بنلبس شكلنا حلو ومحترم، بينا احنا اسلامنا. برضو يا سهير لما كنت بتطفي البهجه والضحكه على قلوب الناس كان شيء جميل، يعني ما كانش شيء أوي. الفنان ده قوي. ارجوك تعلي لنا الميكروفون يا استاذ مي. اللي انا بقوله في بهجه بالغلط، في ضحكه من مقاس الناس، في ضحكه ان انا كنت بضحك الجمهور على عاهات ناس، ده في الدين غلط. انا ده حصلت لي في كام مسرحيه دلوقتي استوعبتها. ما هو من ذاق عرف ومن درس عرف، درس الايمان ودرس الدين، ان انا مخطئه في حق ناس كتير جدا، وبقول لهم على الملا سامحوني اذا كنت قلدت حد، عيبت من عهد حد، اذا كنت اتمقلست على اي حكومه او اي دوله او شخصيات بارزه، انا بتاسف على الملا، لان ده لازم انا اتاسف لهم دلوقتي قبل ما ياخدوا مني فوق. فانا بقوله دلوقتي سامحوني، اللي عايز يسامحني يسامحني، لان ده كله. وعموما من تاب وامن وعمل عملا صالحا فيجب، يعني اللي قبله فربنا يتوب علينا جميعا. اللي انا طب ما انا بضحك على ايه؟ على مأساة غيري.
فده مش ضحك سليم. لا معانا مكالمه الاخت منى. في الاخت منى معانا. ايوه اهلا وسهلا. مساء الخير يا دكتوره هلا، انا منى الصاوي. اهلا اهلا اخت منى الصاوي، نائب قناه رئيس قناه الافلام. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. اتفضلي. واهلا بيكي يا حاجه سهير على قناه الاي ار تي. يا اهلا بيكي يا مدام منى. اولا انا اسعد مخلوقه في العالم وانا شايفاكي على شاشه الاي ار تي. انت عندك المشفره؟ عندي امال. عندي ان شاء الله تبقى عندك وعند كل الناس يا حبيبتي. انت عارفه طبعا انا سعيده جدا 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 ليه انك موجوده على الشاشه. الله يبارك. لان انا متاكده وموقنه انك انت ظهورك على الشاشه ده هيثبت لناس كتير جدا ان المساله لا هي شيء مش منابع من جواكي، ولا هي رهبله ولا شعوذه زي ما في ناس كانت متصوره. أيوة. وده كان رايي. وانت عارفه ان انت كسهير البابلي الست اللي كل الناس شافتها وهي في يوم من الايام نجمه، والنهارده هي طلبت تغير حياتها، ده لا يعني ابدا ان تبقى سهير البابلي مش موجوده. ما تقدريش تبقي صفحه في حياتنا واتقطعتي. وانا النهارده فعلا سعيده جدا جدا، ولا زلت باطاردك وعلى الملأ برضه زي ما بتقولي انك انت تطلعي زي ما اتفقنا تعملي برامج للاطفال اذا حبيتي، للسيدات اذا حبيتي، نوعية البرامج اللي انت تطلبيها، المهم انك انت ما تنقطعيش. الله يخليكي سيده منى. هقول لك حاجه منى. نعم. انا سعيده قوي بكلامك الحلو ده المدروس الواعي عن ست مثقفه وعندها باك جراوند جامد قوي في الحياه. بس كل حاجه لها حدود. اقول لحضرتك حاجه، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ايوه في حاجه مهمه قوي، انت دارسه الدين كويس، ان ممكن انتوا هنا بتمجدوني او بتعظموني قوي، فانا اقول طب معلش المره دي، طب معلش المره الجايه، ومعلش والشيطان اقوى، بس بعون الله وباذن الله انا اقوى منه، ان انا برضو في الحدود لتعليم بلدي، نساء بلدي، ان انا اخد خطوه جريئه، ان الدين مش لازم يتقفل عليه في قوقعه كده قافلين عليه، لا الدين لازم يتقال، لازم الدين نصيحه. لو انت ما نصحتنيش وانا ما وعلمتك ايه دينك، مش هيبقى في دين، ولا هيبقى في حجاب، ولا هيبقى في مسل، ولا هيبقى في دراسه عنه. هو ده اللي انا بطلبه منك. أيوة. وايضا يا منى، ام سمر سالم غانم من جده بتقول نحن سعداء جدا برؤيتك على شاشه اي ار تي، ونريد منك تقديم برنامج للاطفال تحكينا فيه قصص الصحابه والحكايات الدينيه لتعليم الاطفال اصول الدين ومعرفه القصص الدينية. والله انا بقول حاجه، انا ما عنديش محطه، انا ما عنديش اي ار تي او قناه فضائيه، انا ست بسيطه جدا، ولو املك طبعا كنت عملت ولا اتورع حقيقي علشان تعلو كلمه الحق واشرب العالم كله العربي والاسلامي هذا الدين الحلو القيم. الدين سلوكيات، الدين معامله لكل الناس. اللي انا بقوله قولوا للمسؤولين، قولوا للمسؤولين. بنقول دلوقتي سهير في الارتيب وفي الليلة ودعوة من الجماهير العريضة وموافقة من سهير البابلي في برنامج الليلة على شاشة اي ار تي، وهذا حدث في حد ذاته. وحنرجع لسهير البابلي بعد شوية وسؤال عن رشاقتها ونظرتها وبشاشة وجهها. خلاص انا ظبطت كل حاجه، شكرا. لا ممكن من الاول.
بيرفيتو بيرفيتو سينيورا. هذه الدنيا كتاب أنت فيه الفكر تتتا، هذه الدنيا ليال أنت فيها العمر، هذه الدنيا عيون. تصدق احنا والله لو سجلنا شريط انا وانت يا جمال مش هتكلفني حاجة صح؟ الله طبلي ولا مع تميز زهيرة صح؟ تميز زهيرة صح؟ حد يرد عليا. تميز زهيرة صح؟ ما تردش عليا ليه؟ شكرا. الزهيرة الزهيرة صح كده الزهيرة تميز زهيرة. لا مش الشرقية، كانت في الشرقية وبعدين دلوقتي ما بين الشرقية والأهلية، لسه عبد الله النجار قايل لي. وجه بحري، هي وجه بحري. سيمبلوين. انا عبد الله النجار من الشرقيه وفهمني كل حاجه ومحدش هيضحك عليا. ايه هي ما بين الدقهليه وما بين الشرقيه. زمان كانت، زمان السيمبلوين كانت قبل محمد علي. لسه بقول لك محمد النجار مفهمني كل حاجه، لما جه محمد علي رعد. زهيره هو يصلح لها. زهيرة مش زهيدة، مش الطمعية زهيرة بالره مش بالدال. يا جماعة حد يرد علي بالره. هم قالوا بالدال. على لا بالبه ولا بالنون. ما تنسيش الاغنيه. سالي سالي ممكن اسمع التراك الصوت عشان اجد فيلينج؟ عارفه يمكن وانا بتكلم كده تلاقيني ايه. لا
شكرا بيروت على الفقرة الجميلة. نعم أتت أم كلثوم من طماي الزهيرة من السنبلاوين وجه بحري، أتت لتملأ الدنيا غناء وتملأ نفوسنا فرحة بالصوت الشجي الرخيم الطرب الذي انتشر من المحيط إلى الخليج بل إلى أبعد من ذلك. ومن يومها وإحنا بنغني ونغني ونغني شوي شوي. نعم كانت الأغنية مأخوذة من فيلم سلامة، الفيلم الشهير اللي أدت فيه دور رعية أغنام ودخلت في المجلس الكبير أول مرة تغني وسط جمع من كبار القوم
واستهزئ بها وقالوا جايبين لنا راعية غنم تغني، فاستثارها الكلام وقالت رعينا الغنم وسجناها، وكم بالعصا ضربناها، فما فحلها جليل الأدب ولا كبشها سريع الغضب، سلام الله على الأغنام. اتنرفز ستيفان روستي البطل اللي كان أمامها في المشهد، ومن ثم هدوه وقالوا له اعتذر لسلامة، فاعتذر اعتذارا رسميا وقال أبوس الجدم وأبدي الندم على غلطتي في حق الغنم. وجاءنا فاكس من تكساس، سلام من تكساس، صباح الخير. وأين نشط الأخبار يا منى؟ منذ ساعتين ونحن ننتظر نشط الأخبار لأنكم عودتونا عليها. أعتذر للتأخير وأبدأ معكم نشط الأخبار اليومية من القاهرة، نشط أخبار مختصرة وأرجو أن تكون مفيدة. معايا واحد، أعلن الرئيس حسني مبارك أنه لا أمن ولا استقرار في الشرق الأوسط دون سلام عادل وشامل، وقال أن مصر حريصة على مساعدة أطراف عملية السلام، وأنها بذلت وستظل تبذل كل جهد لإنقاذ السلام بالشرق الأوسط، وأضاف أن مصر لا تفرض قرارا على الفلسطينيين ولا تضغط لكي يقبلوا ما يرفضون، كما أنها ترفض الضغط عليها ولا تفرض ضغطا على الآخرين. وأيضا استعرض الرئيس حسني مبارك خلال جلسة مباحثات صباح أمس مع السيد رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان أفاق عملية السلام بعد الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي والوضع في الشرق الأوسط والعلاقات المصرية اللبنانية. وقال الحريري عقب المقابلة أن المرحلة المقبلة ستشهد بإذن الله ترسيخا قويا للعلاقات بين البلدين، وأن الرئيس أبدى ارتياحا كبيرا لتطور هذه العلاقة على الصعيد الاقتصادي بالذات. وما زلنا في هذه الليلة الجميلة، ليلة خاصة جدا جدا مع سهير البابلي، وبدون ألقاب وبدون صفات السيدة الجميلة سهير البابلي. سؤال من الأخ من البحرين عن علاقتك بزميلاتك من الفنانات من الوسط الفني. أنا والله طول عمري علاقاتي معهم كويسة جدا، كبير وصغير، مبتدئ وقديم، أخلاقياتي معهم حلوة قوي، كلمة حق بقولها طول ما أنا موجودة عايشة، حتى لو أغضبت ناس كثيرين بس كنت بقول لهم بنصح وباخد النصيحة لي، أنا غلطت بقول لهم قولوا لي، إحنا مرآة بعض، المسلم مرآة أخوه المسلم. بس اللي كانوا أصدقائي قوي يسرى وهالة، وهالة دكتورة هالة، اللي كنا يعني بنود بعض قوي، يسرى أكتر واحدة كانت في فترة ما، السيدة إسعاد يونس، وردة، شادية كانت زميلة في ريا وسكينة، كانت حنونة جدا، أخت، ويعني أنا مش عارفة أوصف السيدة شادية إزاي لأنها كلها كتلة حنان، يعني ربنا يبارك لها. أمنة من دوحة بتقول لك ما هي أخبار السيدة شادية، وأرجو منك إبلاغها سلامي الشديد ونرجو أن نراها على شاشة ARTI. هي كويسة جدا، يعني شغلة كل وقتها في العبادة. الظاهر إحنا لما بننسى بنقعد كتير فنانين وبننسى يعني إيدنا شوية، فبننكب عليه جامد قوي، يعني عايزين نخلص التعويض، نقول يا رب ليه كده ما تحجبناش وشوفنا عرفنا ديننا من 20 سنة، يا رب كده، بس معلش كده أحسن. الحمد لله أن أنا، بس الله يحسن ختامي، ربنا يحسن ختامي، ربنا يثبتني على اللي أنا فيه، لأن إيه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لأن ربنا كده في إصبعيه بيقلب القلوب كده طول، يعني طول النهار، انت النهارده فوق النهارده تحت النهارده كذا النهارده مزاج النهارده بساعه متطلقه ساعه رده ساعه متنرفزه ساعه كذا، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لان مره ممكن كلمه تطلعك عن دينك تكفري، ممكن كلمه تثبتك، يعني ربنا يثبتنا في هذا العصر، والماسك على دينه كماسك في هذا العصر على جمره من النار، يعني اعرفوا كده اللي ماسك على دينه ازاي، كل اللي قاله ربنا تعاليم ربنا بقدر المستطاع، يعني عليه الصلاة والسلام قال ايه، بلغوا عني ولو آية، يعني ايه، وخدوا عني بما معناه اليسير، يعني ما لا يكلف الله نفسا الا وسعها،
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يعني شادية بتتصلي بيها في أمان في... لسه كنا مجتمعين في حالة سرور وفرح جميل لحنة بنت شهيرة الحاجة شهيرة طبعا ودي بنتنا كلنا يعني شهيرة دي أختي في الله وكانت زميلة وست راقية قوي فأحسسها وحضرتوا كلكم الحنة بتاعت حنة حضرناها كلنا وكلنا اللي ما بيحضرش افراح طبعا كلنا راحوا رحتوا بقى الحين كله. ما رحتوش الفرح لا انا وشادية انا بنتي بروح هي بنتي السفيرة بتاعتي في كل حاجة ربنا يبارك لها واصل بنتي تحب شهيرة او شهيرة تحب بنتي قوي وشادية راحت لا ما راحتش الفرح راحت الحنة وكلنا رحنا الحنة وكل الفنانات المعتزلات هنوها وغير المعتزلات كلهم هنوها كلنا صحبة حلوة أو كلنا بنسأل على بعض اتحجبت أو ما اتحجبتش لو حصل حاجة الفنانة كلنا بنجري الفنان كلنا بنجري قبل ما أسألك على يسرى والصداقة الخاصة جدا اللي بتربطك بيها معانا مكالمة من دينا دينا من القاهرة يا دينا ألو دكتورة هالة أيوة ألو أيوة ألو الو اتفضلي أيوة اميره مساء الخير مساء النور اتفضلي اتفضلي الو اتفضلي اتكلمي على طول علشان احنا سامعينك مي من انا مي رضوان من القاهره اهلا يا مي اتكلمي على طول مساء الخير اتفضلي انا كنت عايزه اسلم على مدام سهير وكنت عايز اسالها العبايات الحلوه دي اقدر اجيبها منين من عند سهير تعالي لي عندي من عندي ودي دعايه كمان ده تسويق عايزه اعرف العنوان عايزه تعرف العنوان هسيبه لك في الاي ار تي تتصلي بينا في الاي ار تي ونقول لك بقى عنوان العبايات شكرا يا مي اللي بعده المكالمه اللي بعدها الو ايوه دينا معانا دينا يا استاذ خالد ايوه فين المكالمه على ما توصلوا لي الخط أمنة من الدوحة ورودة ومحسن كلهم بيسلموا عليك الحمد لله على أننا رأيناك وهذا يوم السعد بالنسبة لنا لديهم أسئلة كثيرة خاصة ولا يريدون البوح بها إلا لك شخصيا فسايبين أرقام تليفوناتهم ليلى عبد الله أنت إنسانة عظيمة والدكتورة هالة قدمت لنا هدية جميلة تحية لكل ما يقدم على عمل جميل وشكرا للراديو والتلفزيون العرب زي ما احنا شايفين المكالمات بتنهال على ما توصلونا المكالمة علاقتك بيسرى ما زالت كما هي؟ طبعا طبعا أتألم لألمها وأبسط قوي لسعدها مين ما يحبش يسرى ايه ما نحبش تقولي لها ايه النهارده تقولي ليسرى ايه النهارده انا اقول لها يا رب يجيبك بالسلامه ويجيبك ليا وللناس كلهم وجمهورك واحبائك في امريكا انها تيجي بالسلامه وتيجي بصحه جيده لانها كانت تعبانه شويه مش حاجه يعني كبيره لا راح تعمل تشيك اب وتحضر مهرجاناتها ربنا يجيبها لنا بالسلامه يا رب ربنا يجيبها بالسلامة معانا مكالمة من الرياض بالصحبة الحسنة في حياتها كلها معانا مكالمة من الرياض لا التليفون اتقطع هرجع بيكي قبل ما الجمهور معايا في صالة عمال يشير لي وعايزين يسألوكي أسئلة ودي حاجة احنا ما بنعملهاش أبدا في الليلة بس هنعملها معك النهاردة بقى يلا خلاص لكن عايزين مين عايز يسأل أستاذة سهير الأيدي كلها مرفوعة حضرتك عندك سؤال ليها وبعدين الشباب اتفضلي ايوه ازيك يا مدام سهير اهلا يا وحشينا جدا الله يخليك عايزه اسال حضرتك اول ما اتحجبتي كله كده ولا حته بحته لا هو مش هقول لحضرتك حاجه الحاجه لما تتاخد انا بالنسبه لي انا باخد الحاجه على طول يعني ابيض يا اسود كنت طول عمري اقول ايه مفيش جري في النص او مفيش الرمادي يعني يتحجب يا لا على طول يعني كله مره يعني مش هبقى ابتدي كده الاول طب ما بيبقاش حجاب حته قصه او ابقى احط قصه كده وانفخها طول ما انا ماشي او ديكولتيه شويه او رقبه باينه لا مره ويعني هقول لحضرتك حاجه
مش ده الحجاب اللي كما يجب، المفروض خمار. يعني انا بقول لك لا كده يعني هذا كويس طب عشان خاطر كده مظبوط. ما هو لا يفسر ولا يكسم ولا الحمد لله ربنا يبارك لك. بس انا جيتي عليا برضو مجتمعي، بس ما هقول ايه، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. حاجة عظيمة والله. انا كده كويس وخطواتي يا رب يتممها لي بخير وما ينقصنيش غير دعواتكم. حاجة عظيمة والله. الله انت يا اعظم. فرحانين بحضرتك. الله اعظم. شكرا. سؤال اخر هنا. اهلا حبيبتي بيك. الله يبارك لك. ايه رأيك في النقاب بقى؟ لا انا ملياش رأي، الرأي للعلماء. يعني حضرتك أنا ما أنا إلا واحدة من المسلمات اللي بيحبوا يعني جنب الحيط. أنا عاملة حجابي وكده صح وكده أفضل. والله اللي لاقية نفسها فاتنة جدا تغطي وشها، اللي لاقية نفسها هي إحساسها إيه بشكلها، هل ملفتة؟ ما هو زي ما بيقولك لكل فولة ليها كياه. اللي انا تعجبني ما تعجبش واحده تانية، ما يعجب الراجل ده ما يعجبش. هي حاسه ايه؟ جسمها فاتن، شكلها فاتن، رقبتها فاتنه، تروح مخبيه. وبعدين في قول في هذا وقول في هذا. انا خدت ايسر، وده حلو وده حلو. كلامك حلو. كلامك حلو. الاخت الفاضله سهير البابلي، نشكرك ونشكر اي ار تي على هذا اللقاء الجميل. نتمنى ان تتكرر هذه السهره وتكون سهره رمضانيه في الشهر المبارك، وتجمعك انت والدكتوره هاله والسيده شاديه. وهذه امنيه، ولك تحيه من القلب الاستاذ شهاب الحمودي من دمشق، عضو نادي اي ار تي. بشكرك جدا جدا يا استاذ شهاب على هذا الاقتراح الرائع. وانا بطلب منك دلوقتي امام الجمهور استاذه سهير ان يجمعنا لقاء في رمضان باذن الله. انا بقول ان شاء الله ان دي دعوه حلوه قوي، دعوه حلوه للخير. يعني انا نزلت وجيت لاني انا درست واستخرت وشفت، قلت لا لازم انزل تحت بزي ده وعسى يمكن يبقى فيه خير. احنا اتمنى ان السيده شادية تكون معايا في رمضان، او انا اكون بصحبتها، لاني انا يشرفني هذا، لان هي الست دي نزولها في حد ذاته هيعمل صحوه كبيره قوي مع النساء. انا بأؤيد الاخت سهير البابلي في دعوتنا لشادية انها تكون معانا، او احنا نكون معاها زي ما سهير قالت، في صحبه رمضانيه جميله، لان ان شاء الله باذن الله تكون لقاء في خير كبير جدا. وبشكرك يا استاذ شهاب على هذا الاقتراح. وانا معي هنا صديقه، انا ما عملتهاش مفاجاه، لان انا قلت لها يا استاذه سهير نجيب مفاجات ليكي، قالت لي لا انت هتكذبوا عليا، انا تقولوا لي جايبين مين، فما كذبناش عليك، لا جايبينها لك مفاجاه. انا عارفه انها جايه. الاخت سهير صديقه لبنتي وصديقتي وعائلتها كلها، اصدقائنا في الله كلنا. احنا كلنا اخوات في الله. وانا قد ايه كنت بحب الاخت سهير، وهي طبعا فنانه زي ما كل الناس بتحبها، بس لا تتخيلي حبنا في الله كان قوي قد ايه. يعني سواء بيني وبين بنتها، ولادنا زمايل في المدرسه في فصل واحد، انا وبنتها الحمد لله نلتقي دايما على الخير احنا والحاجه سهير. انا لو قلت لك اوصف لنا سهير البابلي ببساطه. سهير البابلي هي سهير البابلي، كوميديان نقعد في مجالس برضه، هي تلقائيه طبيعيه جريئه صريحه. يعني حضرتك لا تتخيلي من اول مره تشوفيها ممكن تحبيها، يعني حتى لو انت ما تعرفكيش تخليك تحبيها وتصاحبك وتدرس مشكلتك، لو حد عنده مشكله تقعد تتكلم معاها. هي واضحه جدا، بيضه جدا، مش عارفه انا مش عايزه اطري عليها، لكن يعني ربنا يعني ولا نزكي على الله احد، ربنا يكرمها ويكرم الناس كلها اللي التجأت لربنا، لان هو ده ديننا، وده يعني هو الدنيا دي دنيا عمل، والآخرة دي دنيا، يعني ده الجزاء في الآخر يعني. فإحنا عايزين يعني لا تتخيل الصحبة الصالحة دي بتفرق قد إيه مع الواحد. وهي مؤثرة طبعا، هي كانت مؤثرة وهي كانت فنانة، ما بال دلوقتي بتكلم من قلبها، ما بتجاملش، ما بتعرفش تجامل.
يعني لو لقيت غلطه تقول لها انت كذا وانت كذا وانت كذا انت مش مجامله انت صريحه يا طول عمرها صريحة انا اول جداً. واحده والله كانت صريحه جدا كنت الاول بزعق لي وتقول لي كده وما تعمليش بس كنت الاول بزعق واقول كده قدام ناس دلوقتي لا الدين علمني لا دلوقتي بطلت النصيحه لازم اخدها على حده كده واقول لها ساعات يطلع مني حاجات من ايام الجاهليه بتاعتي فاروح فايقه كده تاني واقول لها اسفه سامحيني بعدين اخدها على جنب اقول لها حصل كذا واقول لها من فضلك لو لقيتي فيا عيب ارجوكي قولي لي انا اولاد بنتي اقول لهم قولوا لي في ايه في اي مجلس حضرتك لو هي قاعده برده تقعد تتكلم وتضحك يعني مش بيبقى القعاد يعني بس في ذكر طبعا ولكن برضو بتخلي حتى لو ناس بعيدة قوي بتسمع كلامها بسم الله ما شاء الله يعني عندها قدرة على مقنعة جدا جدا وربنا يبارك فيها يعني مقنعة. هي واللي زيها والأخوات كلهم وانت بتسمعي كلام سهير أقول لكم بقى دي مين دي سهير الصغيرة حفيدة سهير البابلي سهير الصغنطوطة ايه القمر بتقول... ايه القمر اللي على الشاشة ده بسم الله دلعك بتقولك ايه سوسكا كده سوسكا يعني اسم الدلع بتاعك يا سوير سوسكا دي سوسكا صغير بتسمعي كلامها هي بقى اصعب حاجه فيها ايه هي صعبه يعني 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 اصعب حاجه فيها ايه في تخافي منها تخافيش يعني والله يعني تعالي يا سوير تعالي يا سوير يعني يلا معاك تعالي اقعدي معايا هنا ايه بقى الحكايه يعني ساعات تيجي مثلا لما تيجي تزعقلي ساعات بخاف شويه ساعات بتخافي شويه لما تزعقلي بتزعقلك امتى بقى لما بتعملي ايه غلط يعني مثلا اعمل دوشه في البيت اي حاجه تحط تزعقلي تقولي في ضيوف مش عارفه ايه كده ايه كمان ساعات مثلا لما بكسر حاجه وانا صغيره تقعد تزعقلي وانت كبرتي دلوقتي يعني كبرتي عندك كام سنه عندك كام سنه 12 سنه هي طول عمرها حساسه جدا فنانه قوي بطبيعتها طوعنا الفن بتاعها لانها كانت تقريبا صوت ما حصلش توقيعات ما حصلتش لا صوت طبعا كان صوتها حلو جدا فطوعنا ده لانها حفظناها القران الحمد لله وفي طريقها يعني مامتها مبشرها على طول هي مبشره اولادها بالحاجات دي يعني شويه كده وشويه دنيا وشويه هنا يعني ما بتتكاش عليهم اكتر حاجه بتحبيها في سوير بتقولي لها ايه بتنديها بتقولي لها ايه هي اكتر حاجه بتحبها فيا عشان اقول لها لا مش هجيب لك الحاجه لا مش حاجه تقول تجي لي لما تغلف في امها تجي لي تقول يا تيتي انا مش عايزه كذا او كذا والكوتشي دي بقى لها قد ايه عندي وكذا اقول لها لا مش هجيب لك انا جايبه لك كام واحده من هنا ومن هنا استنى كده شويه هي عارفه ان انا هرضخ يعني بعد نص ساعه لا روح اشتريها على طول عشان كده هي بتجي دايما التيتا كده هي نقطه ضعفك يعني هي نقطه ضعفك سير معانا مكالمه من مشاهدينا في المنازل المكالمه منين استاذ خالد نقول لي هلا الو الو ايوه افتح لنا الخط ايوه الو الو ام محمد من البحر ام الو ايوه يا ام محمد اهلا وسهلا ايوه يا مدام سهير ايوه يا حبيبتي اهلا بيكي اتكلمي حضرتك انت قويه دايما في اي وضع انت فيه الله يبارك لك كنت قويه جدا جدا زمان ودلوقتي اقوى واقوى واقوى ربنا يبارك لك وانت كنا بنحبك جدا زمان وفعلا دلوقتي بنحبك اكتر واكتر واكتر الله يبارك لك الله واحنا لما لقيناك اتحجبتي بصراحه احنا الحمد لله بدينا نعمل زيك يا ربي وظهورك النهارده على الشاشه رفع قدرك 2000% لانك اكيد هتهدي ناس كتير جدا انت عظيمه وان شاء الله دايما تفضلي عظيمه شكرا واهل البحرين كلهم بيحبوكي الله يبارك ويتمنوا ان انت تيجي هنا البحرين وتقضي معانا ليله من ليالي رمضان ان شاء الله ان شاء الله. انا ما بعرف يا ترى هتجينا انا ايوه قوي طبعا بس ايه هخطف
من المملكة العربية السعودية يوم واجي لكم، لاني انا رمضان هناك ده حياتي وعباداتي هناك، يعني هناك انا بنسى بنسى حياتي هناك. انت كفاية وشك كده، يعني وشك بيحبب كل الناس فيكي، احنا بنموت فيكي والله من زمان ودلوقتي بنموت فيكي اكتر واكتر. الله شكرا يا ام محمد. عبد الله والشيخ حمد والشيخ سلمان وكل اهل البحرين بيقدروكي ويحترموكي سواء كنت على المسرح او دلوقتي، بس دلوقتي طبعا اجمل بكثير. سلمي لي على الشيخ حمد والشيخ سلمان وكلكم. والله والله انا لازم اجي لكم ونتزاور ان شاء الله، نتزاور في الله. اتمنى شكرا. اتمنى يا مدام سهير، وخصوصا ان انا في ناس كتير جدا يقولوا ان انا فيا شبه منك. اوه كان لازم نشوفك بقى. اتمنى ربنا يهديني ان شاء الله. الاي ار تي هيطلع شاشه تبين اللي بيتكلم ان شاء الله عشان اشوفك. دي بقى دي لازم، ده الاختراع الجديد. حضرتك تسيبي لي تليفوني. القلوب واحده صدقيني، القلوب واحده والايمان طبعا واحد طبعا. ودايما اللي ربنا بيهدي ناس حواليه كتير ان شاء الله. شكرا يا رب. يا رب يكتر منك ويكتر مننا ويهدي الاسلام كله ان شاء الله للخير. شكرا يا ام محمد. احنا مستنيينك في البحرين. انا عايزه اقول لك ان في عنوانك يا ام محمد، تبعت لنا فاكس بعنوانك وتليفوناتك عشان نوصلها لسهير. ووصلنا برضو من رودا تحيه الى الحاجه الكبيره في عطائها، ارجو منك الاستمرار في الظهور لان ظهورك على الشاشه كان له دور كبير في حب الناس لك والدينهم، لانك انت القدوه الحسنه. شوفي وبعدين رمارك هقول اتفضل. اللي انا بقوله في اخوات وفي رجال دين ورجال علم، عايزه اتكلم في الحته دي الجزئيه دي بالذات، ان انا اول ما قلت ان انا هطلع على الشاشه مع الانسه ليليان عملوا لي ضجه كبيره جدا، لا ما تطلعيش وحرام ولا يجوز صوت المراه عرق او صوت المراه عوره وظهورك لا وبعد حجابك وازاي سهير البابلي تطلع. انا سالت علماء واستفتيت قلبي، لما انا هقعد في البيت هفيد بايه الناس المسلمات اللي عايزين مني كلمه في اللي انا اكتسبته؟ فلازم اقول التجربه اللي انا عشتها اقولها. ما مش كفاية ان انا اقعد في مجلس 10 20، لا ده الوف ملايين بيتفرجوا علي من جميع انحاء العالم. أي. اللي انا بقوله ان احنا ما نبقاش متعنتين بالطريقة دي، يعني الدين يسر. مش بقول كده ان انا بحلل لنفسي اشياء يحرمها الدين، لا انا بقول كده لاني سالت كتير قوي، وعشان كده انا عايزه الاخوات ورجال الدين انهم الدعوه تبقى ما يحرموهاش على ناس ويحللوها الناس، ان ما دام فيها خير لمسلمات كثيرات للسلوكيات المراه يقولوا لنا تفضلوا، وما دام احنا طالعين في الاطار المحترم والشرعي. الحقيقه يعني الفاكسات كتيره قوي زي ما انت بتشوفي، وحشتيني يا ام العزيزه ولا تحرمينا منك ابدا ابدا. وعندنا ايضا احنا قرينا لك لولوا الى البرنامج، يا هلا وكل عاملين بيه، تحياتي واشكركم على استضافه الحاجه سهير. سؤالي اليكي، هل تتمني ان بنتك العمل بالتمثيل او المجال الفني؟ طبعا لا طبعا. عايز الاجابه بصراحه من الاخت سهير من باسل واشرف. انا صريحه جدا، ولما كنت صريحه مع نفسي ما كنتش قعدت القعده دي دلوقتي، كنت اختفيت تماما، لاني مش هقدر اواجهك ولا اواجه الجمهور. اللي انا بقوله اللي انا اخذته على نفسي وعلى عاتقي ان انا ما ارضاهوش لنفسي حاليا، وكنت اتمنى ان امي وابويا يضربوني على ايدي لما دخلت معهد التمثيل، انا ما ارضاهوش لبنتي ولا بنتي. الدنيا زايله، الاخره هي الباقيه، في حدود. ما تفتكريش ان احنا قاعدين 24 ساعة بنصلي وبنسبح، لا بس انت في بنغني اغانينا الحلوة، بنفرح، بنتزاور، بنلبس شكلنا حلو ومحترم، بينا احنا اسلامنا برضو. يا سهير لما كنت بتطفي البهجة والضحكة على قلوب الناس كان شيء جميل، يعني ما كانش شيء أوي. الفنان ده قوي. أرجوك تعلينا الميكروفون يا أستاذ مالك. اللي أنا بقوله في بهجة بالغلط، في ضحكة من مقاسي الناس، في ضحكة إن أنا كنت بضحك جمهور على عاهات ناس، ده في الدين غلط. أنا ده حصلت لي في كم مسرحية،
دلوقتي استوعبتها. ما هو من زق عرف ومن درس عرف، درس الإيمان ودرس الدين، إن أنا مخطئة في حق ناس كتير جدا، وبقول لهم على الملأ سامحوني إذا كنت قلدت حد، عيبت من عهد حد، إذا كنت اتمقلست على أي حكومة أو أي دولة أو شخصيات بارزة، أنا بتأسف على الملأ، لأن ده لازم أنا أتأسف لهم دلوقتي قبل ما ياخدوا مني فوق. فأنا بقوله دلوقتي سامحوني، اللي عايز يسامحني يسامحني، لأن ده كله. وعموما من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فيجب، يعني اللي قبله، فربنا يتوب علينا جميعا. اللي أنا، طب ما أنا بضحك على إيه؟ على مأساة غيري، فده مش ضحك سليم. لا، معانا مكالمة الأخت منى. في الأخت منى معانا. أيوة، أهلا وسهلا. مساء الخير يا دكتورة هلا، أنا منى الصاوي. أهلا أهلا أخت منى الصاوي، نائب قناة، رئيس قناة الأفلام. أهلا وسهلا. أهلا بيكي. اتفضلي. وأهلا بيكي يا حاجة سهير على قناة الإي آر تي. يا أهلا بيكي يا مدام منى. أولا أنا أسعد مخلوقة في العالم وأنا شايفاكي على شاشة الإي آر تي. انت عندك المشفرة؟ عندي يا مال، عندي وشهرتك يا شيخ وعند كل الناس يا حبيبتي. انت عارفة طبعا انا سعيدة جدا 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 ليه انك موجودة على الشاشة. الله يبارك. لان انا متأكدة وموقنة انك انت ظهورك على الشاشة ده هيثبت لناس كتير جدا ان المسألة لا هي شيء مش منابع من جواكي، ولا هي رهبلة ولا شعوذة زي ما في ناس كانت متصورة. أيوة. وده كان رأيي، وانت عارفة ان انت كسهير البابلي الست اللي كل الناس شافتها وهي في يوم من الايام نجمة، والنهاردة هي طلبت تغير حياتها، ده لا يعني ابدا ان تبقى سهير البابلي مش موجودة. ما تقدريش تبقي صفحة في حياتنا وتقطعتش. وأنا النهاردة فعلا سعيدة جدا جدا، ولازلت بأطاردك وعلى الملأ برضو زي ما بتقولي انك انت تطلعي زي ما اتفقنا تعملي برامج للأطفال إذا حبيتي، للسيدات إذا حبيتي، نوعية البرامج اللي انت تطلبيها، المهم انك انت ما تنقطعيش. الله يخليك سيدة منى. هقول لك حاجة منى. لا، أنا سعيدة قوي بكلامك الحلو ده المدروس الواعي عن ست مثقفة وعندها باك جراوند جامد قوي في الحياة. بس كل حاجة لها حدود. أقول لحضرتك حاجة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. أيوة. في حاجة مهمة قوي، أنت دارسة الدين كويس، إن ممكن أنتوا هنا بتمجدوني أو بتعظموني قوي، فأنا أقول طب معلش المرة دي، طب معلش المرة الجاية، ومعلش والشيطان أقوى، بس بعون الله وبإذن الله أنا أقوى منه، إن أنا برضو في الحدود لتعليم بلدي، نساء بلدي، إن أنا أخد خطوة جريئة، إن الدين مش لازم يتقفل عليه في قوقعة كده قافلين عليه، لا، الدين لازم يتقال، لازم الدين نصيحة. لو أنت ما نصحتنيش وأنا ما نصحت وعلمتك إيه دينك، مش هيبقى في دين، ولا هيبقى في حجاب، ولا هيبقى في مسل، ولا هيبقى في دراسة عامة. هو ده اللي أنا بطلبه منك. أيوة. وأيضا يا منى، أم سمر سالم غانم من جدة بتقول نحن سعداء جدا برؤيتك على شاشة ART، ونريد منك تقديم برنامج للأطفال تحكينا فيه قصص الصحابة والحكايات الدينية لتعليم الأطفال أصول الدين ومعرفة القصص الدينية. والله أنا بقول حاجة، أنا ما عنديش محطة، أنا ما عنديش ART أو قناة فضائية، أنا ست بسيطة جدا، ولو أملك طبعا كنت عملت ولا أتورع حقيقي علشان تعلو كلمة الحق وأشرب العالم كله العربي والإسلامي هذا الدين الحلو القيم. الدين سلوكيات، الدين معامل لكل الناس. اللي أنا بقوله قولوا للمسؤولين، قولوا للمسؤولين. بنقول دلوقتي سهير في ARTي وفي الليلة، ودعوة من الجماهير العريضة وموافقة من سهير البابلي في برنامج الليلة على شاشة ARTي، وهذا حدث في حد ذاته. وحنرجع لسهير البابلي بعد شوية، وسؤال عن رشاقتها ونظرتها وبشاشة وجهها.
ومرة أخرى مع سهير البابلي، وكان السؤال ما هو سر رشاقتك ونضارة وبشاشة وجهك وهذه الروح المرحة؟ والحمد لله، والله يبارك لك في ابنتك وأحفادك ويبارك لنا فيكي، ونفسي من عيني أن تحضر السيدة شادية، وهذه أمنية حياتي وأرجو أن تتحقق، وأنت التي تستطيعين إقناعها. إن شاء الله إن شاء الله، ادعوا كده وإحنا نجتمع كده إن شاء الله، مجتمعين كده في صحبة هنية حلوة بنقول كلمة في حق الله. نضرتي ورشقتي والحاجات دي كلها والله من الوضوء، من الصلاة، من قيام الليل، من قراءة القرآن. الله. أنا قليلة الأكل جدا، أحب الرياضة أو في بيتي، ببمشيش خالص دلوقتي، اللي كنت بمشي في الشارع أو في نادي لأن مش حاضر. ما فيش تعليق يعني، أنتوا عارفين ليه. بأكل قليل قوي 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 قوي، ممكن حياتي كلها صايمة تقريبا، بس هي دي نضارتي من الوضوء، اغسل كده كده هو كل يوم كده 5 مرات او مرتين، ده من الوضوء، من قيام الليل، اقري كتير، اذكر الله كثيرا، حبي الناس قوي بقلبك، نامي كده وانت ما فيكيش جوه ولا حقد ولا حسد ولا على حد ابدا، ما فيكيش دعوه بحد الا بنفسك. عندك سؤال اخ من جمهورنا هنا؟ احب الاول ابدي الكلام بسم الله الرحمن الرحيم، وارحب بالحاجه سهير معانا هنا في البرنامج، وطبعا امنيتي زي امنيه ناس كتير ان يستضيفوها تاني في يوم في رمضان وكده، بس احب اقول لحضرتك كلمه. اتفضل. الايمان حضرتك معناه الصدق مع النفس. ايوه كويس، هل انت متفق معايا في كده؟ ايوه ماشي طبعا. حضرتك عايز اعرف دلوقتي من خلال مثلا قلبك او من خلال صدق المشاعر اللي عندك دلوقتي والصراحه اللي احنا تعودناها منك دايما، ايه شعورك دلوقتي باللي انت عملتيه في ماضيك الفني او ماضيك الفني ومشوارك الفني عموما؟ انا مش غضبانه عليه كله، في حاجات حلوه، في حاجات وحشه، في حاجات كان لا يجوز اعملها بس خلاص فلتت مني دلوقتي، وفي حاجات اللي هي ايه، ان انا باصلح من شان ناس، باصلح من قرارات، باصلح من شارع المصري، باصلح من نفسي، باصلح من كذا، في كمان حاجات انا عملتها هدف جدا، وفي حاجات ما كانش لازم اعملها. في من الدكتورة مها من لندن، أشكرك جدا جدا على إحضار السيدة أو الفنانة سهير البابلي، أحب أن أسأل لماذا ينظر إلى الفنان كمنزلة متدنية أو شيء سيء؟ أنا في اعتقادي أن الفن والفنان هو شيء سامٍ وشريف ما دام لا يساء إلى استخدامه، وأعتقد يا أخت سهير كنت ممثلة وفنانة جيدة جدا، والمسرح يتشرف بك وبفنك المحترم، وأعتقد أن العمل عبادة، وشكرا للدكتورة مها وتعليقها. أيوة يا دكتورة مها، العمل عبادة، ما هو كل عمل يبقى عبادة، بقى تبقى الحكاية بقى ايه، بقت بزرميت، الحرامي ما هو بيعمل، والنصاب ما هو بيعمل وبيقول انا شريف، والفلانة بتعمل وبتقول انا بعمل اكل عيشي، وعمل عبادة وبعرق، في حاجات كتيرة قوي، العمل اللي في شرع الله، اللي بيعلو كلمة الحق من خلاله، اللي بيتقي الله في نفسه، هو العبادة. غير حاجة، أنا ما قلتش أنا حرمته على نفسي المسرح، ما حرمتوش على ناس تاني، كل على نفسه بصيرة. أنا على نفسي، أنا شايفة نفسي، أنا شايفة نفسي إن أنا قدمت رسالة حلوة وخلاص قدمتها، جه دوري إن أنا أشوف بقى الرسالة اللي أنا أحاسب عليها في الآخر. في مكالمة من المغرب معانا، مكالمة من المغرب، المغرب الشقيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أهلا دكتور هلا. أهلا وسهلا. أولا أريد أن أشكرك أكثر من الشكر على جميع برامجك، وخصوصا على شجاعتك في التعامل مع الضيوف. شكرا. إلا أن هذه الشجاعة أظن أنها قد خانتك في الحلقة. ليه بس؟ قول لنا، عايز نسأل سهير إيه وسألناهوش. سهير البابي ليه؟ أيوه. عايز تسألها ايه؟ هو بالاول سؤال. ايوه. وسؤاله وطلب. ايوه. فيما يخص سؤال السيدة سهير، السيدة سهير دبلي تقول وتطلب منكم ان تقدموها كفنانة. ايوه. فأتساءل بأي صفة هي في البرنامج. ايوه. وأود أن تجيب على السؤال. من ناحية الطلب. من ناحية الطلب ابتدأت السيدة سهير دبلي. أولا حينما قالت إن الله الهادي،
لا تدين احدث لك النظر يدي من يشاء. ايوه. وقالت من يشاء له. ايوه. هذا صرح خاطئ اولا. أيوه. لان ما تشاءون الا ان يشاء الله. ايوه. ايوه طبعا. المسألة الثانية قالت ان على المرأة ضرب الخمار. ايوه. والشرع واضح في المسألة لا خمار. ايوه. انا قلت خمار. لا انت قلتي خمار والشرع واضح. اظن ان السيدة سهيل بابلي. لا خمار مش الوش، الخمار اللي هو يزدو الهنا. لا لا عندما اكمل تجيبين السيدة سهيل. ايوه. اما انا مش فاهمة. ايوه. اتفضل. واريد ان اتكلم في نقطه اخرى عندما قالت رايها في من يغتصب المتبرجات. ايوه. وكانت قد احلت محرم الله. ايوه. اقدم هذه المقدمه لاطلب منها طلبا واضحا ومعينا. ايوه. رحمه ورأفة بالاسلام. ايوه. ورأفة بالاسلام اطلب منها من اعماق اعماقي ومن قلبي قلبي وكمسلم أن تتفقع أكثر في الدين. لأن تتبحر الذي يمكن أنها تتمتع به من خلال تاريخها الفني. أيوه. قد يكون سيفا ذو حدين. أيوه. وقد توصل أخبارا وتفسيرات خاطئة. أيوه. يعني هو بيوصف في مكان وديننا في ديننا بعيد عن هذا كله. شكرا. هو في كذا نقطة. قال ليه طلبتي ان احنا نقدم لا نقدمك كفنانة، فبماذا نقدمك، بأي صفة نقدمك اليوم؟ نحن نقدمك لان لك في نفوسنا جميعا مكانة وذكرى، وزي ما قلت لك انت وحشتينا والله. كل واحد ينام على الجنب اللي يريح. في حاجة هقولها لك يا سيدي. وفي يعني عشرات ومئات حاجة بس سعيدة ان هم يشوفوكي. بس الراجل اللطيف ده الحلو ده انا هقول له حاجة. ان الله يهدي، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. وطبعا لا يمكن حد يتهدي الا باذن الله، والهداية دي ما بتجيش كده هو في يوم وليلة، لا، او بتيجي في لحظة واحدة. اللي انا بقوله هو قال حاجة على الخمار. أيوة. يعني هو بيقولك لابد أن تكوني دقيقة فيما تقولين، لأن الشرع واضح في مسألة فرض الحجاب. فأنت قلتي الخمار، أصلك عملتي كده يعني. لا الخمار هنا. أيوة. ده هنا هو. مش بخمركن. أيوة. بخمركن هنا. أيوة. هنا. أيوة. أضربنا هنا هوت على. أيوة. هنا. أيوة. في ناس قالوا كده، في علماء قالوا كده وفي علماء كده. وبعدين انا قلت لكم انا مش اهل الفقه ولا اهل الشريعه، انا ست على قدي جدا وبجتهد، انا مجتهده وكلنا مجتهدين، حتى العلماء بيجتهدوا. اللي انا بقوله انا ماشيه في طريقي خطوه خطوه وربع خطوه بربع خطوه، وبحب اسال واتسال واستفيد وافيد. واحنا لما بنقول لك ان انت تكلمينا او تكلمي اولادنا او اطفالنا او الستات، احنا بنطلب من خبرتك في الحياه، من مشاهداتك للسلوكيات. عايز اقول لحضرتك حاجه كمان. هذا الزمن. هو بيقول حضرته ان انا ليه ما القبش الدين، ان انا ما القبش بفنانه ليه ما تقلش. والله كل واحد حر. يعني انا دلوقتي ست بيت، سيده بيت، سيده منزل، وقاعده ببيتي. لا خلاص، يعني انا قلت للفن سلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أيوة. كده شكرا، وانا خدت منك كتير واديتني كتير قوي، اديتني حب الناس واديتني الشهره، ولغايه دلوقتي انتوا بتقولوا الفنان، انا بقول على نفسي الحاجه سهير او السيده سهير. أيوة. وما زلت ان انا فنانه في عقول الناس، الا بعد فتره هيتلاشى كل ده. شكرا. معانا مكالمه تليفونيه، نقول اهلا وسهلا. مين معانا؟ الو؟ خولة من البحرين. اهلا وسهلا يا خولة. خولة من البحرين. اتفضلي اتكلمي يا خولة. اتفضلي. السلام عليكم، شكرا دكتورة هالة انك مستضيفة السيدة سهير البابلي. ايوه. السيدة سهير البابلي. السيدة سهير اشكر حضورك، انا طالبة من البحرين اسمي خولة. ايوه اهلا وسهلا. وان اشوفك في التلفزيون ياثر فيني واثر في البنات كلهم اللي من سني. احنا يعني فعلا متحجبات، لكن ان نشوف انسانه مثلك فنانه
وتحجبت يعني خلينا نستمر في طريقنا. الله يبارك لك. وش اسمه كاهي ويشجعنا، وكاهي الوالدة تبي تسلم عليك سهير الباب سيدة سهير. الله يخليك، الله يخليك، شكرا على هذه العبارات الحلوة الرقيقة. السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. معنا مكالمة أخرى من القاهرة. أيوة المكالمة الثانية. أيوة أيوة دكتورة هالة، اهلا وسهلا اتفضلي. انا ما بفوتش بروجرام الليله ده ابدا، كل يوم اربع. يا ربي يخليكي، ميرسي. والنهارده افتح والاقي احلى مفاجاه عملتيها لنا، واشوف مدام سهير البابلي تاني. وتحبي تقولي ايه اولا؟ ما قلتلناش، ما عرفتيناش بنفسك. انا دينا من القاهره. اهلا يا دينا. اهلا اهلا. ومن اشد المعجبين بمدام سهير. الله يخليك، الله يخليك. عايزه تساليها حاجه؟ كنت عايزه اسال بس بقالي نص ساعه السماعه الاسئله كلها راحت. لا اتفضلي يا دينا اتفضلي. نحب نشوفها ايوه على الشاشه تاني، وتنورنا وتعلم ولادنا وتدينا دروس حلوه. حبيبتي شكرا قوي. وبلاش المسرح يا مدام سهير لو ده مضايقك، بس خلينا نشوفك تاني لان فعلا مش مضايقني والله. تقول لك بلاش المسرح اذا كان مضايقك، بس انا بس يعني نشوفك يعني. يعني خدت راحه بقى الحمد لله. والحقيقه في هنا برضو من الدوحه شكرا للاخت لولو، وبتقول لحضرتك ان انت، بشكرك على مجاملتك الجميله، وبتقول لك يا استاذه سهير ان انت منذ مثلتي مع الفنان الراحل عبد الحليم حافظ حتى الان فانت كنت دائما فنانه ملتزمه اخلاقيا وشكلا ومضمونا. ربنا يبارك لها، ربنا يبارك لها، شكرا. في كتير يعني البرنامج كله باعتين لك قلوب، وواحده كانت بالك بنوته بتقول لك يا ماما بحبك يا ماما. مش ده حاجات حلوه يا دكتوره هلا؟ بالله دي حاجات جميلة. حلوه ومشرفه جدا. وبيدعوا لك ان ربنا يسدد خطا ام جاسم الشيخه محمد من قطر. الله يسدد خطاك ويوفقك الى ما تصوب اليه نفسك في لقاء الله ورؤيه وجهه الكريم ولقاء الرسول عليه الصلاه والسلام. ويجب على كل مسلم ومسلمه ان يخاف الله ويراعي الحياء في كل حين، وهذا ما تقصده مدام سهير البابلي. اتفضل ناخد في تليفون بيتكلم بكارت، والكارت بتاعه هيخلص من لندن، هيتصرف علينا فلوس كتير. الو يا لندن كلمونا رد علينا. الو اتفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. الحقيقه عايز اقول للسيده سهير البابلي انا الحمد لله واحد من اللي هجمتهم على المسرح وانا مستمعها. وانا برضه يعني الحمد لله يعني انتمي شويه للجماعات الاسلاميه، والحقيقه هي والله ابكتني بكاء شديد وهزت اعماقي من الداخل. وانا ارى ان الدكتوره هاله سرحان يعني النهارده يعني نورك بتاعي طغى عليها شويه، وبالتالي هي نورها كمان النهارده يعني عايزه شده منك شويه، وان شاء الله يبقى فيها خير. شايف النهارده ما شاء الله الخير فيها يعني شديد قوي قوي، وان شاء الله نشوفها هي كمان يعني مستضيفينها تدعو الناس الى الحجاب. وبشكر سيدة سهير على الكلام اللي قالته، الحقيقه هز اعماقنا يعني يعني مش عارف اقول لها ازاي، وربنا يوفقها ان شاء الله ويسعدها. انت واخده من ساويرس ولا؟ وان شاء الله نشوفها قريبا في لندن ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا 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 على الكلام الحلو ده. دفعت فلوس كتير انت في المكالمه دي. شكرا شكرا للمكالمه. اتفضل. في الاخ عندك وتنتشر باذن الله سؤال. اتفضل سؤال من جمهورنا. اتفضل. ده حاجه حلوه قوي، ربنا يديمها ان شاء الله علينا جميعا. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أيه. بالرغم من الست سيده زعق شويه. أيه. ارفع التليفون، اتكلم في الميكروفون، اقف قدام. أيه. أيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بالرغم من الست سيده سهير البابلي اتحجبت، لكن بالله حضرتها بتحط بعض المكياج الخفيف. ايوه. مع ان ربنا سبحانه الله وتعالى منع كل الحاجات دي. ايوه عندك حق، حرام. هو الرسول اللي منعه طبعا والاسلام، عندك حق. بس ايه هقول لحضرتك حاجه، صعبوا الحكايه يعني ولو الاضاءه عشان الاضاءه هنبقى عاملين كده ولا من غير الاضاءه نبقى يعني ممكن انا هي عندك حق مليون الميه، بس يعني ولو مسحه شويه. انا مش متبهرجه في يعني انا مش حاطه حتى كحله،
يعني انا حتى مش حاطه كحله، بس يمكن هو وشي منور كده. لا هو وشها حلو يعني، هو فعلا وشي يعني منور كده، انا مش حاطه مكياج قوي بس يعني ايه خفيف قوي قوي. الاضاءه سهير، انا عايزه اقف معك وقفه، يعني مش هفكرك بحاجات محزنه، لكن في انت في مواقف معينه النهارده قلتي لي انا كنت بسيب بنتي وبروح الشغل. انا مش عاملاها ماساه ولا حاجات. لا في مره حادث وفاه لاختك ووالدك، قلتي انت دفنت اختي ووالدي ورحت. ده جرب، انا قلت لك في يوم من الايام وقلت في الصحافه وفي التلفزيون ان انا عايزه اموت على خشبه المسرح. ايوه، والاسلام يجب ما قبله. ايوه، فانما ما احاسبش على كلمه قلتها. أيوة، فانا بقول الحمد لله الذي عافاني. انا حضرتك قلتي دلوقتي ايه؟ ان انا اختي ماتت ورحت مثلت مدرسه المشاغبين. أيوة، ابويا توفى ورحت مدرسه المشاغبين مثلت. كان سن وقتها كنت بعاشقة المسرح زي ما بيقولوا، ان شاء الله مين عندي ينتهي انا المسرح، بس ما ارضاش اخلي الجمهور يرجع. وده لعلمك ده تفاني كمان واخلاص. أنا عايز أقول يعني هي الشخصيه واحده، بس ده شيء كويس مش وحش، لانك انت التزمتي ان في ناس هتاكل عيش، ناس بتشتغل، ناس دافعه فلوس، التزمتي. أيوة، الناس تاخد حق. انا على مفهومي زمان. أيوة، كان كده ولازم انزل. ايوه، وقلت ايه اللي جايين وقطعين تذاكر فينا وناس تانية فاتحين مسرح لاخره، الحاجات دي كلها لازم انزل. ايوه، انت وحشه يا هاله، فاجئتينا مفاجاه سعيده جدا. طب انا طب ايه لازمتي وحشه؟ وحشه عشان فاجئتكم مفاجاه سعيده جدا جدا، اصل مفاجاه، احلى مفاجاه عملتيها لنا في حياتك، ومش هتعملي احسن منها وانا بتحداكي. طيب انت بتتحديني وشكرا ليكي يا منى. لا، التحدي الحقيقي اننا ان شاء الله في رمضان هيكون لنا لقاء تاني مع سهير البابلي، وباذن الله ان شاء الله. بس حضريلي اسئلتكم الحلوه. الفنانه شاديه احنا بنوجه لها ويا ريت السيده سهير رمزي كمان، دي دعوه حلوه قوي كلنا كده ونجتمع مع بعض في رمضان ان شاء الله. بس هي بتعمل عمره دلوقتي، ربنا يجيبها لنا بالسلامه هي والدتها. سهير رمزي اخبارها ايه بقى؟ والسيده اميره والسيده زيزي كلهم كلهم كويسه جدا زي ما هي. اموره زي ما هي، هي تخن شويه صغيره بس ايه احنا كلنا تخننا، سيبنا نفسنا شويه. زي ما هي وحلوه ولسانها حلو ورطب وجميله، بتعمل شعائر حلوه قوي في دينها. مامتها بسم الله ما شاء الله، ربنا يخليهم لبعض ويحفظ لها مامتها ويديها الصحه عشان خاطر سهير. سهير، لان سهير هي رمزي في خدمه امها 24 ساعه هذه السيده سهير رمزي. دي حقيقي يا رب يكتب لها بيت في الجنه من خدمه مامتها ورضا امها عنها حقيقي. وبالوالدين احسان طبعا. معانا مكالمه من القاهره، معانا مكالمه من القاهره. انا عايزه مساء النور. الو الو. أيوة، دكتوره هاله، انا سحر الجعاره الصحفيه في مجله الكواكب. اهلا وسهلا اخت سحر. والحقيقه طبعا من اشد المعجبات كانسانه وكصحفيه وكناقده بكل تاريخ السيده سهير البابلي، وسعيده جدا بتشريفها معانا النهارده على الشاشه. وعايزه ابدا بانه اذا كان في سر انها منوره على الشاشه، فالنور ده مستمد من رصيدها في قلوب محبيها ومعجبيها كلهم، من رصيد الحب اللي عملوا تاريخها الفني، لانه احنا ما نعرفش غير سهير البابلي الفنانه. ممكن نكون سعداء بيها في الوجه المشرق الجديد اللي هي عايشه بيه ومتطابقه بيه مع نفسها وراضيه عن نفسها من خلاله، لكن بتظل مساحه العمل في الماضي هي خط التواصل الاصلي بيننا وبينها. الله يخليك. واعتقد انه اذا كانت هي لديها الرغبه في النقل عن العلماء او توصيل معلومه دينيه للمراه المسلمه او للعالم الاسلامي بشكل اجمع، فهتكون برضو مقوماتها الاصليه في ده ان هي طول عمرها موصل جيد من خلال قنوات التفكير اللي ادتها كل الصلاحيات دي. طبعا دي من عند الله، دي موهبه. انا اخشى وحريصه جدا على انه ده ما يوصلش للمشاهدين،
انه يكون في سياق كلامها شكل من اشكال التبرؤ او التنكر لمسيرتها الفنيه. لا. لانه انا واحده من الناس بعتز بيها كفنانه ملتزمه، ادت رساله جيده جدا على خشبه المسرح. هي اذا كانت بتعتذر عن انها انتقدت في يوم من الايام سياسات او اشخاص، انا هنا لازم اذكرها بقول سيدنا عمر لما قال اخطا عمر واصابت امراه. أيوة. انه حتى حق المراجعه للخلفاء الراشدين كان قائم. رصيد سهير البابلي في قلوبنا هو اللي بيخلينا نسمعها النهارده ونتجاوز حتى لو اخطات في ذكر ايه قرانيه او حديث شريف. أيوة. اعتقد ان سهير البابلي يمكن الاستفاده بيها بشكل واسع جدا. أيوة. على المستوى الاعلامي اذا وجدت من يكتب لها بشكل جيد من علماء الدين الافاضل او السادة الاعلاميين الافاضل. لكن لازم نكون محددين وواضحين. سهير البابلي ضيفه على بيوتنا النهارده لانها موجوده في قلوبنا اصلا، ولان احنا بنحبها اصلا بسبب رصيدها الفني. فمش قادره اتحمل كلمات الجاهليه، مش قادره اتحمل كلمات ثانيه قاسيه جدا، انه ما الحرامي بيقول العمل عباده، لانه دي فيها شبهه تحريم للفن وفيها شبهه تطاول على الوسط الفني باكمله، وبالتالي الوسط الاعلامي والوسط الصحفي والوسط الثقافي اللي احنا كلنا بنشرف بالانتماء اليه. اتمنى الدكتوره هاله، لانه انا عهدي ببرامجك كلها انها بتنشر الاستناره في المقام الاول والاخير، ان لا يسيء احد فهم كلام سهير البابلي في اطلالتها على الشاشه، لانه احنا عايزين اطلالتها دي تبقى اطلاله خير وتبقى بدايه لود موصول مع الكاميرا اعلاميا، وما تكونش مستفزه بشكل او باخر ببعض الالفاظ التي قد يسيء فهمها. وشكرا واسفل الاطاله. شكرا اخت سحر. واعتقد ان ارد بقى عليها، لم تتبرئي من عملك الفني. لا انا كنت ملتزمه في انا عندي قولي وموضعي، لكن هذا في إدانة. أنا ندمت وتبرأت عن كل الحاجات الوحشة اللي أنا عملتها. يمكن أدوار وحشة، يمكن هي ما سمعتش الجزئية دي مني. يمكن أنا قلت فيه مش كل عملك يا سيدة إنه صح، في عمل خطأ وفي عمل صح، وأنت على نفسك بصيرة. أنا قلت الحديث اللي قلتيه عن سيدنا عمر رضوان الله عليه ده اللي خلاني نزلت وجيت هنا. أصابت امرأة وأخطأ عمر، ده اللي خلاني جيت وواجهت الكاميرا، وأحاديث غيرها كتيرة جدا اللي خلتني نزلت. وقبل كده أنا قلت أيوة. أو من أنا بتبرع مثلا وليس من الفن، مثلا في العلمة باشا في رأسي. أيوة. في ألفاظ خارجة عن إرادتي. أيوة. دي اللي بتبرع منها أجزاء معينة، لكن ليس في عملك كفنانة ما تعملوهاش قضية. ليس في عملك كفنانة، لأننا لا ندين الفن. أنا قضيتي دلوقتي رسالة إنسانية، ما رسالة إلا رسالة السماء. الدكتوراه رسالة من خلال رسالة لا دي واحدة يا دكتورة هال المساحلية، وأفتكر إن أنا أقدر أتكلم. اتفضل. أنا كنت أتمنى أن يبقى معايا علماء، لأني أنا قلت قبل كده أن أنا على قدي قوي وضئيلة جدا في ديني، بس ربنا منورني وبيديني فطرة في الكلام. اللهم أطلق لساني في الحق، ودي اللي أنا بقولها على قدي. كل واحد بيجتهد، لكن كوني ان انا شاعره جوايا ان انا كنت خاطئه ده مش وحش، لكن كده انا مش بشتم فلانه ولا علانه ولا الصحفيه ولا الدكتوره ولا المشتغلين ولا كده، بس مش كل العمل عباده. مش كل العمل عباده. انا اتضايقتي من بعض الادوار. لا اتضايقتي من بعض المواقف. أنا لكن بقول إيه؟ لا تديني الفن ولا تديني حياتك كفنانه. انا ما بدينش حاجه. انت كنت بتدعي ربنا بتقولي اللهم وفقني في اسعاد الناس. انا عارفه كان عندك الدعاء ده، كنت بتقولي اللهم وفقني في اسعاد الناس واجعل في وجهي نورا وقبولا. يعني كنت بتخشي على عملك وانت عايزه تسعدي قلوب الناس. انا مش عايزه اتبحر قوي في الكلام ده. لان في كتير قوي قبل ما يقدموا على شيء الحرامي قبل ما يخدم بيقول يا رب ساعدني. لا في كتير قوي دقيقه واحده. الفن ليس سرقه وليس جريمه يا بنتي، احنا ما بنقولهاش. انا بقول لك الفن ليس جريمه سرقه. انا بقول ما تدينيش يا هلا حرامي ايه بس يا ماما. انا بقول لك بقى في حرامي بيدخل بيقول ربنا يساعدني. مالناش دعوه بالحراميه احنا. اصلك بتقولي انا قبل ما اطلع انا دايما كاحساسي كمسلمه بقول ربنا يوفقني. بس انت ربنا يوفقني اللهم اجعل في وشي نور. انت بتقولي انا زعلانه اني رقصت في العلمه باشا. ايوه ان ده
مرحلة أنت بتتبرئي منها، لكن ليس كل ما فعلته سهير البابلي تتبرأ منه، كان في أدوار جميلة على أنا قلت إيه قبل كده؟ بلدي يا بلدي والأدوار الوطنية. أنا قلت إيه قبل كده؟ أي قلت إيه؟ اتفضل. ما أنا قلت كده؟ أي هو ده اللي إحنا عايزين بس نوضح. ما أنا قلته كده. أي الله، أنتوا قاعدين وشاهدين، أنا قلت إيه؟ أي. قلت في جزئيات عندي أنا رفضها، وفي حاجات عندي أنا مش بتشرفني جدا. هو ده اللي أنا عايز أسمعه بس. أصلك مش هتخافي على فني أدي. أيوة. يا هال بالزبط. ولا هتخافي على اسمك أدي. لا أنا خفت يوسف فهمي أسفة جدا زمانتوا ضالعين في الكلام. والسيدة الممتازة لأنها أيوة. صحفية أيوة. طبعا أنا مش عندهم صح. بس هي فاهمة كويس قوي أن أنا أقصد أقول إيه. أيوة. وهي تعي الكلام ده كويس قوي بما أنها عندها باع من الثقافة. أيوة. والباك جراوند العظيم جدا. أيوة. وليها قلم جميل. أيوة. بس أنا كمان ليا لسان وليا قول وليا رأي. أيوة. هي رأيها اختارت ده. أنا لا بهاجم حد وما تحطوش الكلام في بقي بس. جميل. في دقيقة ونص قبل نهاية البرنامج هسألك اختبار الليلة، وبصراحة شديدة جدا وكل صدق تجاوبي، هل بتكرهي حاجة في شخصية سهير البابلي؟ يمكن عصبيتها شوية اللي أنا حددتها لما اتجهت الاتجاه العظيم ده. فكرتك عن السعادة المثالية؟ ان فكرتي الستر والغنى برضو كويس بالتقى، يعني السعادة هي الإيمان، السعادة هو الإيمان. بتخافي من إيه؟ برفيق السوء. بتخشي إيه بالظبط؟ يعني بتحبي ما تعمليش إيه؟ ما هو الشيء الذي لا تحبين أن تفعليه؟ إن أنا أتحط في مواقف بايخة. ندمتي على إيه؟ والله ما في حاجة ندمت عليها إلا القليل قوي. وآخر كلمة تقوليها لنا النهاردة في الليلة؟ بحبكم في الله جميعا وربنا يوفقكم. وشكرا على هذه الليلة الجميلة جدا، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله.